الأهلي أعظم نادي في الكون. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عندنا كلام كتير جدا جدا عن مباراة النجم، ورصدنا كم حاجة كده هنكلم حضراتكم فيهم في البداية، وبعدها عندنا رسالة مهمة جدا جدا للاعبي النادي الأهلي وكمان الجهاز الفني، وهنتكلم شوية عن جماهير النادي الأهلي، وبعدها في الصندوق الاسود النهارده مليان جدا جدا، وبدعوا كل الاهلاويه يتفرجوا ويتابعوا ويشوفوا الدنيا فيها ايه، اتقال فيها ايه، ولينا حق الرد. ودايما بنقول لحضراتكم احنا الفعل مش رد الفعل، بيحصل بعض الامور، بيحصل بعض الكلام، دورنا نوضح لكل جماهيرنا في كل مكان كل حاجه. وبعدها هيبقى معانا واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار ومن رموزه الكابتن ابراهيم عبد الصمد في فقره الضيف. خلوني في البدايه أتكلم مع حضراتكم عن جماهير النادي الأهلي العظيمة، وأتكلم عن مباراة النجم الساحلي. أكيد محدش فينا كان يتوقع الفوز الكبير العريض، ولكن بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى والجماهير واللاعبين والجهاز الفني وكل أهلاوي كان بيتفرج على المباراة في البيت قبل الاستاد، ربنا استجاب لرجولة اللعيبة. وأنا قلت لكم في الأدوار النهائية الأهلي بيبان بشكل مختلف، تحمل المسؤولية بيبقى موجود، حالة التركيز، الانضباط، كل حاجة بتبقى موجودة، لأن ده الأهلي في الماتشات الصعبة بيبان معدن اللعبة. وكمان بأكد لحضراتكم على نقطة برضو مهمة جدا جدا في البداية، إن جماهير النادي الأهلي لعبت دور كبير. واسمحوا لي هبتدي قبل ما أتكلم عن أي حاجة أتكلم عن جماهير النادي الأهلي وعن الجماهير عملته في الملعب. بشكر كل واحد راح من الساعة 9 الصبح و10 الصبح الاستاد برج العرب، واللي سافر من اسكندريه ومن اسوان ومن المنصوره ومن كل مكان في مصر، من كل مكان في مصر، ليكوا كل التحيه والتقدير على المشهد الاكثر من رائع اللي دايما جماهير النادي الاهلي عامل السحر، جماهير النادي الاهلي السند الحقيقي، جماهير النادي الاهلي العمود الفقري بتاع فرقتها على مدار التاريخ. شايفين الصوره هي دي اللي اتكلمنا عنها، ثالثه شمال هنقول بصوت عالي اولتراس اهلاوي، هنقول كل جماهير النادي الاهلي بكل انتماءاتها، هنقول كل اهلاوي في كل مكان اللي كان بيدعي للفريق من البيت هنقول له شكرا، شكرا على المسانده والدعم والجدعنه واللي الجماهير بتعمله من قبل كمان المباراه. والكل بيقول افريقيا يا اهلي ورايحين نشجع الناس. اتكلمنا حضراتكم في كل حاجه قبل المباراه، اتكلمنا حضراتكم في اللي راح يتصور ما يروحش، اللي تروح الاستاد تروح تشجع. فمن هنا نقلت الصوره للعيبه، فعليت حاله التركيز مع الجهاز الفني، وهو ده الدور الايجابي قبل ما تبقى في المدرج، لا من قبلها الكل بيستعد. عايز اتكلم على ضربه البدايه، ضربه البدايه وانا بحكي لحضراتكم بعض الحاجات المهمه اللي ما حدش اتكلم فيها. النادي الاهلي سنتر جاب الهدف في البدايه، جاب مجهود لاعبيه وبتخطيط مديره الفني، لكن اللي عمله جمهور النادي الاهلي انا ما شفتش حد عمله في العالم. جمهور النادي الاهلي اللي عمله لحظه تدعو للفخر. الارتباك اللي كان في فريق النجم، وهي دي الحقيقه، الارتباك كان بسببه جمهور النادي الاهلي، هي دي الحقيقه. الحقيقه جمهور النادي الاهلي اول ما الفرقه سنطرت قال من ثالثه شمال. انا شفت في المدرج امور غريبه جدا، شفت كل جسمه اشعر، شفت اب بيحضن ابنه، شفت الملعب بيترج وبيتهز، اقسم بالله حسيت اللي نفسي البس تيشيرت الاهلي وانزل العب تاني. فالناس انتفضت، الكل قام الثالثه شمال، النادي الاهلي جاب هدف، ارتباك في صفوف النجم، وسببه لعيبه الاهلي الرجاله، واكيد تخطيط الجهاز الفني، لكن برضه الفضل لجمهورنا اللي دايما في المواقف الحاسمه مش بيهز جبال، بيرعب اي فريق. وانا بحب قوي مدرسه لما تقابل فرقه كبيره المدير الفني بتاعها يصرح انا جاي اكسب، مش عارف ايه، لكن تخاف لما المدير الفني الخصم يقول لك ايه. انا بحترم فريق النادي الاهلي، بحترم تاريخه وبحترم جمهوره، فاي واحد يقول لك كده مدير فني تسمع التصريحات دي تعرف اللي هو جاي مرعوب، وده اللي حصل.
حصل بمسانده جماهيرنا وهي بتقول من ثالثه شمال زي ما قلت لحضراتكم من شويه. الملعب اترج، الناس كلها اطفال شباب سيدات، الناس سمعت بالنصيحه، الناس كلها عماله تشجع. اول ربع ساعه البدايه ولا اروع ولا اروع. ودايما الناس في عالم كره القدم لما يجيب هدف في البدايه يقول لك يحط ايده على قلبه، لكن جمهور الاهلي موجود يخليك تجيب الثاني والثالث والرابع. فمن هنا ابتديت بجمهورنا، جمهورنا السند الحقيقي، جمهورنا الواعي المحترم، جمهورنا اللي ملوش دعوه بانتخابات ولا ليه دعوه مين مدير كوره ولا مين رئيس نادي ولا مين ولا مين ولا مين. جمهورنا اللي عايز يفرح واللعيبه تفرحه ويفرح. جمهورنا ملوش مصالح. جمهورنا بيعشق يشوف النادي الاهلي على منصه التتويج. جمهورنا بينفذ مبادئ النادي الاهلي. جمهورنا لما الاهلي يبقى في محنه بتلاقيه بيروح التتش قبل اي مباراه بيساند ويدعم. جمهورنا لما لعيب يحصل له هبوط في المستوى بتلاقيه هو اللي واقف في ظهره ويناديه زي وليد ازارو وغيره 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 من اللاعبين. رصدت كام حاجه عايز اقولها لحضراتكم غريبه جدا بالنسبه لي، عشان هو الاهلي مش فكره انتصار، هي فكره ايد واحده وتكاتف واحترام ما بين الجماهير واللعيبه والجهاز الفني وادارته وكل المنظومه الاهلاويه المحترمه. رصدت عماد متعب وهو بيحفز وليد ازارو وبيكلمه في الوقت اللي بعض الصحف اللي اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات واحنا ما بنلقحش، احنا بنقول بالاسماء، كانت جريده الوطن وقالت كتبت فاس حسام البدري فاس عماد متعب. يعني ايه؟ منافسه شرسه في حرب ونلاقي عماد متعب بيلعب وفي منتهى الذكاء من حسام البدري بيحتوي وبيقول للناس الكل يسكت، احنا ايد واحده، كابتن الفرقه مع مديره الفني. موقف بمليون كلمه، لحظه حسام البدري وهو بيتكلم مع نجمه عماد متعب وبينزله وبيبقى موجود في الملعب، الكل يسكت، انا اللي بدير، انا المدير الفني، امتى ادي لعبتي وامتى كمان النجوم تحافظ على الفريق، هتكتبوا ايه تاني؟ الكل هنا بالمناسبه. كمان فاكرين الكل كان بيقول على وليد ازارو ايه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين البرنامج الوحيد اللي كان بينتقدونا عشان بنقول وقفوا جنب لاعبتكم؟ بينتقدونا عشان بنقول اللعيب بيروح واللعيب اللي يروح فرصه واثنين وثلاثه واربعه يبقى احسن ما يروحش خالص ويضيع، اللي يضيع هيجي له وقت ويجيب. كم واحد، وهنا السؤال، كم واحد كان بيهاجم وليد ازارو وبعد المباراه كتب عليه الرائع صفقه محترمه؟ فاكرين اللي كانوا بيدخلوا مداخلات في احد البرامج الغير هادفه ويقول لك 28 مليون و30 مليون؟ احنا ما بننساش لان ما عندناش استعداد نحسس لاعبتنا بالم او ضغط، لكن نقف جنب لاعبتنا عشان يبقى على منصه التتويج. ومن هنا وليد ازارو رد على الجميع، كم واحد هاجمه وبعد المباراه وليد الرائع الصفقه الكبيره المحترمه القويه، ده اللاعب جاي، ده اللاعب ده من افضل الصفقات. مش احنا اللي بنتلون، البعض هو اللي بيتلون، لكن احنا بخبرتنا بنقول لكم الحقيقه، واللي عاوز يصدق يصدق. وليد ازارو لعيب مهم، لعيب صغير لسه، كل ده ما عملش حاجه، كل ده بيكتسب خبرات، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى ضيع فرص اسهل من دي. بالمناسبه الكره اللي جابها دي صعبه جدا. اقول لحضراتكم فنيا الجمله دي حلاوتها في ايه؟ مش الفينش، حلاوتها اللي انت تستلم الكوره وتطلعها على الطرف وتجري جوه الصندوق، راس الحربه اللي عايز يجيب هدف ما يقفش مكان، تلعبها وتجري. عشان كده مؤمن ولا اروع ولا اروع، واحده من افضل المباريات لمؤمن زكريا. فمن هنا وليد ازارو لسه عندك كمان كتير. مؤمن زكريا عمل مباراه اسيست في هدفين، بستغرب الناس ما بتجيبش اسمه ليه، بيستخلص الكور، بيدافع بشكل قوي جدا، عند خفيف الحركه، التكمله بيعملها 10 على 10. كمان عايز اتكلم على علي معلول وحاجه، اللاعب الكبير بالمناسبه يا جماعه بيبان في المناسبات الكبيره. اللاعب الكبير مش ماتش سهل تيجي تقول لي تألق والكلام ده ما تسمعهوش. اللاعب الكبير اللي في الضغوط دي يظهر كبير. أجاي ما جابش أهداف لكن قتال جوه الملعب. عايز أقول لكم زعلت جدا على صالح جمعة، دوره كان 10 على 10 لغاية قبل ما يخرج من الإصابة، ربنا يا رب يشفيه.
بيقطع كتري والسروهات الطويله اللي بيعملها والشورت باص اللي بيعمله، حاجه لعيب سوبر سوبر. كل اللعيبه، رامي ربيعه في مكان الناس كلها، شفت ناس كتير منهم نقاد رياضيين، رامي مش هينفع يا جماعه في المكان ده. هتقولوا ايه النهارده يا جماعه؟ في ناس تقعد تتكلم كلام كتير جدا، اللي ايديه في الميه مش زي اللي ايده في النار زي ما بيتقال. تعالى خش جوه الموضوع هتلاقي الموضوع صعب عليك قوي، لكن في التكييف وفي الظروف السهله اقعد قول. انا عايزك اللي يتوقع ده ويتكلم مين يلعب مين، قول لي قبل الماتش، قبل الماتش اللي انا سمعته وفهمته اللي رامي ربيعه مش هينجح في المكان ده، الراجل بيلعب سيرد باك. ربنا وفقه، وفقه عشان لعيب راجل هو محمد نجيب المحترم وسعد السمير الراجل اللي بيلعب بمنتهى القوه، وليد سليمان على الدكه راجل قاري المباراه. طب احكي لكم حاجه غريبه محدش اتكلم فيها كتير، الكابتن حسام البدري في الملعب اول ما عبد الله السعيد يسخن مفيش لعيبه تانيه كانت بتسخن معاه، وبعدها عبد الله قعد يسخن حوالي 3 دقايق او دقيقتين، الكابتن حسام البدري راح جاي بعد 3 دقايق نزل وليد سليمان او واد ده يسخن مع عبد الله السعيد. انا مستغرب الامر جدا. وبعد كده نادى عبد الله قلنا هينزل عبد الله، راح جاي مقعده على الدكه، وعبد الله بكل رجوله تقبل الموضوع، وكابتن حسام عشان هو لعيب كبير واللعيب الكبير بيبقى ليه معامله خاصه، وليد تقبل موضوع عبد الله السعيد عادي جدا، الكلام كان امامنا، ونادى وليد قال له تعالى بسرعه، ونزل وليد. سبحان الله، هو ده التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، اللي انت تختار اللعيب وينزل وليد يجيب الهدف ويقاتل جوه الملعب مع زمايله رغم اللي هو راجع من اصابه. التوفيق مع حسام البدري والمباراه الكبيره، انا بقول لكم حسام البدري حاجه ثانيه خالص في المباراه الكبيره. انا عايزه يكشر، للبعض بيقول لك بيكشر، كشر بس هات لي بطوله افريقيا، كشر واعمل انضباط جوه الفرق، كشر وفرحني وفرح جماهير النادي الاهلي، هي دي الحقيقه. فوز كبير، فوز عريض محدش كان يتوقعه. في امور ثانيه كمان من ضمن الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها، المنظر جوه الملعب والنظام والانضباط اللي انا بحيي عليه المسؤولين دايما في استاد برج العرب المحترمين، مؤسسه كبيره، مؤسسه محترمه، فيها انضباط، فيها التزام. كمان عايز اشكر مدير امن اسكندريه وكل المسؤولين من اصغر جندي لغايه مدير امن اسكندريه على النظام والالتزام، اللي هو مصطفى النمر مدير امن اسكندريه على الانضباط. تفتش، ادخل الجمهور، تدخل تسيبها تحمل مسؤولياتها، منظر ولا اروع. جمهور النادي الاهلي مهما قعدت اتكلم عنه للامانه مش هديله حقه، مش هنسى ابدا. احنا خدنا البطوله؟ لا ما خدناهاش، لكن من عمري ما هنسى اول دقيقتين في مباراه النجم الساحلي، هحكي لاولادي وهحكي لاصدقائي وهحكي لكل حد ما شافش اللي جماهير النادي الاهلي عملته. من الواحد كان قاعد مش مصدق نفسه، لحظة للتاريخ، لحظة للتاريخ اللي عمله جمهور النادي الأهلي. والله العظيم اللي كان في الملعب لعيب النجم زميله جنبه مش شايف، ارتباك غير طبيعي بسبب الضغط النادي الأهلي من البداية، لكن اللي قبلها جمهور النادي الأهلي واللي عمله حاجة مشرفة، حاجة جميلة، حاجة روعة. مش عايز أبعد عن الجماهير، رفعتوا راسنا وشرفتونا وبوعدكم هنزود العدد وهنكلم كل المسؤولين وهنقف جنبكم، واللي هيتكلم عنكم كلمه هنقطع لسان. طول ما انتوا جدعان ورجاله، طول ما انتوا بترفعوا اسم ناديكم وانتوا بتغنوا، شفت سيدات واطفال بيحفظوا معاكم هم مش حافظين، عمالين يغنوا مع جماهير النادي الاهلي والثالثه شمال. مفيش حاجه اسمها جماهير ارهابيه، في حاجه اسمها انتماء لنادي فبالطبع الانتماء للوطن. سيبوكم من اللي بيوزعوا الاتهامات على الناس، سيبوكم من اللي عمال يقول ده ارهابي وده بلطجي وده وده، سيبوكم من ده. اللي بيقول على كده هو اللي بلطجي، اللي بيقول على كده اللي ما عندوش علاج يعالج بيه الاخطاء، اللي بيقول على كده اكيد الجماهير ما بتحبهوش والجماهير بتكرهه لان ما بيقولش الحقيقه ايا كان هو مين. لكن جمهور الاهلي عظيم، جمهور الاهلي محترم، جمهور الاهلي فرحنا، جمهور الاهلي عايز اقول فيه كل شعر، جمهور الاهلي الرجاله اللي بتروح من 9 الصبح عشان الملعب وحشها والمدرج وحشها، جمهور الاهلي شفت اتوبيس بعد المباراه من المنصوره وقفت اتكلم معاهم عشان اتاخروا شويه والاتوبيس كان بعيد، فكان فيه انتوا عارفين الترتيبات الخروج كمان كان فيها مش النظام ما كانش فيها عالي قوي، بس الناس لازم نعذرها في وزاره الداخليه من بدري قوي، صاحي من بدري قوي
مجهود كبير، انتصار، الملعب كله كان مشدود. فالحاجات دي نعذرها لان الناس تعبت، وهو ده اللي لازم نقوله وندي الناس كلها حقها للامان. قعدت اتكلم معاهم، انت الناس متحركه من 7 الصبح عشان خاطر مين؟ ولابسين اتوبيس كامل لابس تيشيرت الاهلي ورايح تقعد تتكلم مع الناس دي بتحب النادي الاهلي اكتر البعض من ولادها اللي بيقعد يزايد، ولا عمره ما شفنا ناس تروح تساند ولا تدعم، بس عماله تنظر في البرامج وفي الصحف وفي الكلام ده. ده دول يحطوهم على راسي من فوق، ده دول هم اللي نتعلم منهم كل حاجه طيبه وكويسه، ده دول نتعلم منهم المبادئ، وغيرهم من اسكندريه وغيرهم من اسوان وغيرهم من قنا وغيرهم من الصعيد المحترمين. شفت اتوبيسات من الصعيد كتيره جدا، شفت من كل حته في مصر. اصل الاهلي ده يا جماعه ده قصه عشق وحب، ده مش جمهور. دايما الاهلي سابق ب100,000 خطوه في كل حاجه. فمن هنا مبروك يا اهلاويه، مبروك المباراه. هنقل بسرعه للاهم والاحترافيه. نقفل الصفحه، الاهلي ما خدش البطوله. وهنا مش هكلم اللاعبين والجهاز الفني بالمناسبه، عشان بشوف البعض بينظر حتى على الجهاز الفني، انتوا بتطلعوا هو مش حضرتك اللي تخطط، ولا انت اللي تقول، ولا انا، ولا في سيستم، في نظام، ومحدش يتدخل في شغل حد. لكن دورنا كبرنامج ودورنا كجماهير نرجع الفريق من تاني. كل واحد عنده فيسبوك وتويتر افريقيا يا اهلي، افريقيا يا اهلي، وننسى الفرحه، الاهلي ما خدش البطوله. هو ده الاحترافيه في التعامل. انت مش بقول لك اضغط فرقتك، لكن قول احسم المباراه من هنا. انسوا مباراه النجم الساحلي، جهاز فني ولاعبين وجماهير مره تانيه، لان الكلام ده هو الاحترافيه هنا. انسوا النجم الساحلي، مباراه اتكتب في التاريخ فقط. الاهلي في قبل النهائي في 2017 تونس الخضراء، وده اسقاط يعني، ما بتريقش على حد لان انا بحترم الكره التونسيه، بقت حمراء بسبب الاهلي وبقت عقده حقيقيه. لو غبت سنه لا برجع تاني، انا الاهلي، انا الاهلي ما يتقاليش انت ضعيف، انا الاهلي تلعبني بروح رياضيه، اللي ما يلعبنيش بروح رياضيه ربنا بيعاقبه، لان انا بكسب بجهد، بعرق، بتخطيط، بجمهور، بثقافه، بحاجات كتير جدا جدا جدا. كمان اللي انا عايز اقوله مره تانيه، الاهلي كسب مباراه تاريخيه ولكن ما حسمش البطوله. ولو اللعيبه عاشت في الجو اللي احنا كسبنا هيبقى خطا كبير جدا، لان الوداد فريق قوي، فريق منظم، فريق بيلعب كوره جماعيه شرس على ارضه. فوانت بتلعب هنا افكر هناك. جمهورك انا عارف هيعمل ايه، فرسالتي للعيبه اقفل، ركز، الالتزام، الانضباط، الكلام اللي قلناه، الكلام ده جزء كبير في كره القدم. الكل لازم يركز، الكل لازم يعيش المباراه من النهارده. فاضل على بطوله افريقيا خطوه، والخطوه بايدينا. دايما المباريات الكبيره مدرب يخطط، يحط استراتيجيه، لكن باقدام اللاعبين. ومن هنا بحملكم مسؤوليه كبيره، مسؤوليه 70 مليون. انا مش بحط عليكم ضغط، لكن كلامي ده معناه اللي لازم ترجع تفكر من النهارده، تعمل مجد لنفسك. عمر الفلوس ما هتبقى كل حاجه. الحساب اللي في البنك الحقيقي، واللي قبلنا واللي اكبر مننا علمونا، الحساب الحقيقي لما تبطل تحكي لاصدقائك والجمهورك، جمهورك بيبقى عارف، ولاولادك ولاسرتك ولقرايبك وجيرانك وحارتك، تقول لهم رصيدي فيه رصيد كبير جدا من البطولات. انا اخدت بطوله افريقيا وسط جمهوري، اخدت بطوله افريقيا ورفعت الكاس خارج الارض، لان تيشيرت الاهلي شرف كبير. لو حطيت الدوافع دي كلها هتكسب، لان معاك جمهور كبير، جمهور محترم، جمهور عظيم. رسالة أخيرة، لازم التركيز، هنأكد عليكم كل يوم، ملاش فرحة. أنا شايف حتى الجماهير على السوشيال ميديا مبالغة كبيرة أوي في الفرحة، فاللي بيبالغ يرجع من النهاردة. كلم لعيبتك، اكتب كده، اللعيبة بتشوف كل حاجة، ما خدناش حاجة، أفريقيا يا أهلي، المباراة نحسم من هنا، كل واحد يبذل مجهود اللي عليه. الكلام ده قلناه وإحنا في محنة. ولما نرجع في مشوارنا في البطولة، لعبنا مباريات كتير جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي. اصعب بطوله افريقيه في تاريخ النادي الاهلي دي، النادي الاهلي عدى في كل دور مطبات صعبه جدا جدا، وهي دي الحقيقه. واتمنى ان الجيل ده يحقق افضل من اللي احنا حققناه واللي قبلنا حققوه، والله من كل قلبي.
عجبني نجوم كتير كانت في الاستاد وبتساند وبطلت، عجبني امور كتير. لكن نصيحتي مرة تانية وتالتة ومليون، وهي دي الاحترافية، نقفل على فرقتنا، نقفل على جهازنا الفني، واللي تبتدي الرسالة مننا احنا كإعلام أهلاوي كجمهور أهلاوي، ابتدي على السوشيال ميديا. بعد ما تسمعنا قول ابتدي على السوشيال ميديا، اكتب في تويتر وفيسبوك، خليك إيجابي. أفريقيا أهلي احنا ما عملناش حاجة، لازم تركز سعد سمير، لازم تركز شريف إكرامي، لازم محمد نجيب تركز، حتى اللي بره ال 18 اللي جوه الاحتياطي الكل يركز، الكل احنا ايد واحده ما خدناش حاجه. وهو ده. وكمان قبل ما انسى، عايز ادي لعيب مهم حقه، بذل مجهود كبير جدا، عمرو السولية. تخيلوا الاهلي ناقصه ثلاث لعيبه مهمين، لكن الاهلي بمن حضر، دي مش جمله، هي دي الحقيقه اللي بنشوفها على ارض الواقع. فعمرو السولية بذل مجهود كبير جدا جدا جدا، بحييك. لكن لسه عمرو، انت لسه ما عملتش حاجه، لازم تروح المنتخب من خلال النادي الاهلي، لازم تحقق بطوله افريقيا مع النادي الاهلي. كل اللعيبه اللي ما حققتش بطوله افريقيا، لازم نروح كاس العالم بايديكوا وبجمهوركوا وبجهازكوا الفني المحترم. في امور كتير جدا جدا كانت ايجابيه، لكن مش عايز ازود، عايز اقول خلاص هقفل الصفحه، مش هتكلم، خلاص اتكلمنا، شفنا كل حاجه كويسه، شفنا مباراه للتاريخ، شفنا فوز عريض جدا جدا للبعض اللي شفته حتى مش بيبارك بقلب جامد، مبروك يا اهلي. لا انا عايزك مبروك وتضحك وتفرد صدرك، عايزك تقول مبروك، الاهلي كسبان مباراه كبيره. جماهير النادي الاهلي المحترمه اللي غنت من ثالثه شمال وقومت الفرقه، والكل واحد كان بيغنيها في اول دقيقه، فخورين بيكم وبنحترمكم وهنفضل وراكم وندعمكم ونساندكم. بس كمان الدور الايجابي اللي يبتدي من النهارده، بلاش تحط ضغط على فرقتك، لكن قوم قول ما خدناش حاجه لسه. هو ده اللي لازم كلنا نقوله، بدل ما نقعد نتكلم في امور خارج الموضوع. في اغنيه جميله كده كانت في الاستاد ومخرجنا مجهزها، نروح نسمعها، لان بتدي حافز قوي جدا واتعملت مخصوصا عشان مباراه النادي الاهلي والنجم. نروح نسمعها وتشوفوا جماهير النادي الاهلي في المباراه والابداع والايد واحده وغناء واحد وبصوت واحد وقصه حب لفرقتهم عامله ازاي. تعالوا نروح المدرج نشوف كانوا بيقولوا. جمهور الاهلي مختلف، جمهور الاهلي غير، جمهور الاهلي زي اللعيبه بالظبط والله تفكيره. عجبني في اللقطه، دايما بنهتم بالانسانيات. بالمناسبه هتكلم في ده، لكن شفتوا اللي كان الاهلاوي الجدع، عنده ممكن يكون محنه في حياته، لكن الناس دي عندها تحدي غير طبيعي، بينزل من بيته يلبس تيشيرت الاهلي ويروح يقعد تحت المدرج عشان يتعب. رسالة للاعبي النادي الاهلي، الناس دي لازم نهديها بطولة افريقيا. الصورة الجميلة دي، الصورة الجميلة دي كان بيغني معاه ومحافظ الاغنية، بصوا راح قاعد فين، تحت المدرج وعايش، مش قاعد في المكان المخصص ليهم. بص ايوه قالت لي الصورة، ارجع لي شوية، بيغني. الله يبارك لك، ربنا يشفيك ويعافيك، انت تتشال على العين والراس. اللعيبه لما تشوف صورتك دي هتموت نفسها، صدقني. هات لي اللي واقفين على السور، هو رايح يعمل ليه كده؟ جماهير العالم بتعمل كده، بس راح عشان عنده ثقه في فرقته. بنتكلم اكتر من ست ساعات واقف. بس فاكرين زمان لما كنا بنتهمهم الكل؟ بص انا ما جبتلكش المدرج ده، بس انا بجيب لكم المدرجات كلها، الناس دي تهتف والناس كلها وراه وحافظه. ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ معاني جميله، مين ما يحبش الصوره دي؟ لكن لما يحصل خطأ نحطه في المربع بتاعه ونعالجه.
هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، حاجات جميله، حاجات نبرزها في الاعلام ونتكلم عنها ونقول صوره جميله. صوره ادي محمود عبده تاني، انا فاكره كويس وفاكره. جماهير تنتفض، مش البعض اللي راح يتصور سيلفي من المذيعين ويجري. انا مش هعرضها عشان ما احرجش حد. طب ما احنا نجوم، لو نزلنا ارض الملعب هنرج الملعب ده ونعرف في الهتافات وحافظين اغاني. هي دي الفكره اللي عايز المينتاليتي بتاع الناس يتغير. انا شفت موقف في الاستاد والله العظيم قلت جمهور الاهلي ده شابوه. مذيعين مش هقول تفاصيل راحوا على الجماهير عمالين يلفوا كانه ماتش اعتزالهم، انت مش دورك. وانه مين اداهم تصريح يا جماعه لو سمحتوا؟ الماتشات دي للجماهير وتروح تساند في ماتشات كده محتاجه حماس وقوه. وقلنا اللي راح للسيلفي واللي راح يشيت على المدرج ما يجيش الماتش، مش راح يعمل لي شو يلف لي المدرجات سواء واحده او واحد، الكل فاهمني. اللي راح يعمل شو يستنى على جنب، احنا عايزين وحوش الماتش اللي جاي. جمهور الاهلي بقى عشان فاهم في الاصول يي ويبعد بعد الناس، ما عندناش الكلام ده. انا مش بحرك حد، لكن انا جاي للاهلي فقط وبغني للاهلي فقط. فالشو ملوش مكان عندنا. هو انا مش سهل يبقى بتاريخنا نجيب الاي دي وننزل الملعب؟ لا، دورنا في المدرج. اكيد مش هنتكلم عن نفسي، بس عجبني نجوم ومن غير ما اقول اساميهم لان ده واجبهم. انا بشوف كده الاهلي خيره على الجميع. شفت نجوم في المدرج بيشجعوا مع الجماهير، كنت قاعد فخور وصورتهم بالمناسبه. مش هو ده اللي انا قلت لكم؟ الجماهير ترجع المدرج، ناس هتختفي. انا عارف انا بقول ايه، التاريخ بيقول كده. ارجع المدرج ولا بقى نغمه الهجوم على اللعيبه ونغمه الهجوم على البدري ونغمه، ارجع المدرج. الجماهير دي ستوب الاهلي وبس، ما عندهمش غير كده، ولا عندهم ابراهيم ولا اسماعيل ولا خليل، عندهم الاهلي. ثقافتهم من ثقافتنا ودماغهم دماغنا وتفكيرهم تفكيرنا، وده اللي احنا بنقوله. عشان كده هي دي مدرستنا، عشان كده ده الوعي اللي احنا بنقوله للجماهير. مباراه الوداد مباراه قويه جدا، اللي هيروح يعمل سيلفي ما يروحش، اللي راح يتصور ما يروحش، يتصور بعد ما الاهلي يكسب، اللي راح يشايط في المدرج يستنى على جنب، يوفر التذكره لواحد وافي عنده طاقه يشجع الاهلي 90 دقيقه. خلينا كمان نطير بسرعه للناقد الرياضي الاستاذ احمد نادر، ناقد الرياضي بموقع بطولات، كان موجود في التدريب النهارده. اطمن حضراتكم على الفريق ومن المصابين وكل حاجه من خلال زميلي الناقد الرياضي احمد نادر. استاذ احمد برحب بحضرتك. مرحبا، اهلا بيك يا كابتن شادي بكل الساده المشاهدين. استاذ احمد، جماهير الاهلي دايما بتحب تطمن على فرقتها. الكابتن حسام قال لعبته النهارده، اللعيبه، الاصابات، الروح المعنويه، التدريب كان ماشي ازاي، كل ده عايزين نعرفه من حضرتك، اتفضل. بالفعل النهارده يا كابتن شادي النادي الاهلي استأنس تدريباته استعدادا للقاء الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. كان الكابتن حسام طبعا بعد الماتش الكبير اللي النادي الاهلي عمله قدام من النجم الساحلي اعطى لاعبي الفريق راحه مرن امبارح. النهارده الاهلي استأنس تدريباته، في بعض التدريبات الاستشفائيه للاعب الفريق الاول، خاصه التدريبات الاستشفائيه كده تجنبا لتعرضهم للارهاق. النهارده تمرين النهارده شهد عوده اكرم توفيق بعد غيابه الفتره اللي فاتت عن مران الاهلي، كان واخد كدمه في الظهر. النهارده برضو التمرين شهد غياب حسام عاشور وصالح جمعه. صالح بيعاني طبعا من التهاب في العضله الخلفيه، كان بيأدي بعض التدريبات التاهيليه في الجيم. كابتن حسام عاشور برضو كان بيأدي البرنامج التأهيلي بتاعه، وربنا سهل ان شاء الله الفريق باذن الله بيستعد بشكل قوي. النهارده ظهر النهارده الكابتن حسام البدري عمل تقسيمه قويه للاعبين، ظهر فيها نديه وظهر فيها اداء وحماس كبير جدا من اللعيبه، رغم ان ما شاركش فيها اللعيبه الاساسيين، لكن اللعيبه باقي اللاعبين كانوا ظهروا بشكل جيد جدا، وخاصة كمان كابتن احمد حمودي ظهر النهارده بشكل جيد وعمل اكثر من جملة كويسة جدا ولقطة كويسة نال عليها اشارة الجهاز الفني والكابتن حسام البدري بشكل اخص كمان. الاصابات صالح طمنا عليه، حسام انا عارف اللي اتاكد غيابه، صالح اخباره كان في اشاعة النهارده؟ هو صالح لسه كابتن الدكتور خالد محمود النهارده كان قال ان هو بكرة ان شاء الله هيعمل اشاعة ويحددوا مده غيابه وهل هيلحق المباراه ولا لا، بس هو يا كابتن للاسف بنسبه كبيره جدا ممكن ما يلحقش. لكن عايز اطمن برضه جمهور النادي الاهلي، كابتن عبد الله السعيد النهارده شارك بشكل جيد جدا،
ويقدر ان شاء الله لو لا قدر الله بنسبه كبيره تاكد بغياب صالح جمعه يبقى عبد الله السعيد موجود ويكون يشارك في المباراه ان شاء الله ويقدر يساند اللعيبه وباقي اللعيبه والجهاز الفني ان شاء الله ونقدر نعدي مباراه الوداد ونقدر نحقق نتيجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. خليني اشكر حضرتك استاذ احمد على المجهود دايما، انت واحد من الشخصيات المحترمه، وبشكرك على كل المعلومات اللي انت قلتها. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد نادر من موقع بطولات، بشكرك. كمان معانا مكالمه مهمه جدا جدا، نعرف بقى تفاصيل زي ما جماهير الاهلي بتحب. انا عارف بتبعتوا لنا كتير، هساله كل الاسئله اللي انتوا بتبعتوها لنا. معانا المدير التنفيذي للنادي الاهلي المحترم اللواء شيرين شمس، برحب بحضرتك يا فندم. كابتن شادي ازي حضرتك؟ انت عارف انا على الهوا بقول لك كل حاجه، بس انت على الهوا برضه بتضرب حتت كده بتبقى جامده. ماشي انت بتهرب مني النهارده الصبح ومش سياده اللواء طمني، انا عارف هبقى فتان شويتين بعد المباراه على طول، عملت اتصالات عشان تزود العدد، وكان في كلام مع مدير امن اسكندريه مع قيادات من وزاره الداخليه، وبسرعه انا شفت الكلام ده كله. واسمح لي بقى عشان نعرف جماهيرنا كل حاجه، عملت ايه النهايه اللي عدد جماهير هيزيد ان شاء الله؟ لغايه دلوقتي ما جاليش رد لسه، بس يعني في كل الاحوال هو مش هتقل عن 50 المره اللي فاتت في كل الاحوال يعني. نتعشى من موافق جينا ب 60 او 70، بس يعني انا مرتب اموري على 50 ماشي، 60 ماشي، 70 ماشي. يعني مرتب اموري في كل الاتجاهات، عشان زي ما انت شايف النهارده الثلاث الماتش يوم السبت ان شاء الله، عندي اربع وخميس بس عشان الحق. يعني التذاكر لسه ما جاتليش من مطبعه، لان الكلام ده حضرتك كان امبارح، ماتش خلص اول امبارح. فالموضوع يعني مزنوق جدا وصعب جدا، وحكايه ان ماتش يوم السبت دي عملت لي انا مشكله شخصيا يعني. وبعدين لسه طبعا حضرتك عارف الشباب والرياضه لسه بيختموا، وريتا من اسكندريه لسه بتختم. يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله. انا لسه يعني لسه متخلص النادي يعني، ما فيش من لسه حالا يعني. سيادة اللواء، عن التذاكر هتبقى موجوده امتى؟ عشان ده مطلب جماهير انا عايز اقول لحضرتك. بس انا قبل ما اتكلم في اي حاجه للامانه، خليني برضو اقول كلمه حق، لان انا دايما اللي يتعب ويبذل مجهود وينظم لازم اديله حقه، لان دي مدرسه النادي الاهلي. انا بشكرك على النظام والانضباط اللي كان موجود، بشكر حضرتك حتى على مستوى الاجتماعات الامنيه، الترتيبات اللي قبلها وبتسافروا قبله وبعد كده ترجعوا مصر تاني وبعد كده تسافر تاني مع الفريق، في مجهود مبذول، في نظام، ودايما اللي عايز نجاح او عايز يوصل لهدف بالالتزام والنظام اللي احنا نعرفه. فانا عشان شهادتي اكيد مجروحه كقناه النادي الاهلي، لكن لازم اديك حقك على الشاشه، من نظام الانضباط حتى القعده في المقصوره، الضيوف، السهوله، اي حد يحصل له. انا شفت موقف بقى، خليني يعني وانت معانا سياده اللواء، كان في البعض عنده مشكله بره جامده جدا، وتدخل اللواء شيرين شمس اللي الناس دي تدخل عشان ده جمهوره، قال له ده جمهورنا انا ما اسيبهوش، انا احترم ده جدا اللي يخاف على جمهوره. فمن هنا لازم اديك حقك، انا بشكرك شكرا جزيلا على الاقل على الحاجات اللي انا قلتها والواقع اللي انا شفتها سياده اللواء. لا شوف هقول لحضرتك على حاجه، اولا يعني النادي الاهلي او فريق الكوره في النادي الاهلي بدون جمهور حاجه والجمهور حاجه، يعني الجمهور انا بعتبره ان هو بطل المباراه السابقه، مباراه النجم الساحلي. وبعدين الناس عانت وجايه من السفر، اللي جاي في ميكروباص واللي جاي في اتوبيس واللي جاي في قطر، مش معقوله بقى نوصل لغايه هناك، ويعني حتى لو العدد بنحاول ان احنا نساعد الناس على قدر الامكان. يعني. نمره اثنين اللي حضرتك بتقوله ده طبعا ما ينفعش انه يعني هو مش موجه ليا، موجه لزملائي كلهم، سواء كان يعني ابتداء من وليد مهدي الازهر حد موجود في النادي، انا من غير دول ما اقدرش اعمل حاجه لوحدي خالص، فده مجهود زملائي قبليا بكتير يعني. انا مجرد ان انا بس بشرف او بحط نظام او بشرف على نظام او بحط فكره، لكن في الاخر التنفيذ هم اخواتي وزملائي هم اللي بيعملوا الكلام ده كلهم. وبعدين دي حضرتك منظومه ماشيه طول عمرها في النادي الاهلي، دخلنا ممكن حد يضيف فكره، ممكن حد يحاول يظبط نظام اكتر شويه، لكن في الاخر هي سيستم ماشي في النادي كلنا ما بنخش نمشي فيه يعني، ده النادي الاهلي كده. ومشكله دايما زي ما حضرتك لما كنت بتلعبه، لما انت تلعب في النادي الاهلي بيبقى عندك مشكله انك انت المركز الثاني ما بتفهموش، ما تعرفوش، انت عايز تكسب بطوله، وبالتالي برضو اللي مش بيلعب اللي بيقعد بينظم فوق مشكلته ان هو عايز يبقى احسن حاجه في مصر وفي الدنيا، ان هو احسن واحد بينظم واحسن شكل يكون، لان مش معقوله النادي الاهلي فرقه الكوره عامله كده
والنادي ده مستوى الانشاءات واجي انا بوظ في الدخول والخروج وبوظ المنظر، لانه في الاخر مصر كله بيبقى النادي الاهلي، لا شيرين ولا شادي ولا وليد ولا اي حد، هو النادي الاهلي. سيادة اللي هو الاجتماع الامني كمان عايزين نعرف امتى ان شاء الله. يعني انا بحاول حضرتك، هما يعني المفروض انه كان يبقى الخميس، فانا بحاول اجله على قد ما اقدر عشان قصه التذاكر اللي بحاول انها تبقى موجوده بكره على بعد الظهر ان شاء الله. يعني وهتبقى في توزيع الخميس كمان، وعندنا مجلس اداره الخميس، فالدنيا مكركبه يعني فوق دماغي، فبحاول اخره الخميس شويه على قدر على قد ما اقدر، يعني ان انا احاول يبقى بالليل، وبين الجمعه في اجتماع تاني ان شاء الله. طبعا برضو الحاج عامر حسين، الحقيقه انا اول ما عرفت ان ماتش الاستاد امبارح كلمته، لان يوم الجمعه المفروض انه الوداد عنده تدريب. لا هو في حاجه ثانيه، في الاسماعيلي والمصري عندهم ماتش في برج العرب، فكان استعسبتها، فهو مشكورا قدمه على اساس ان الواد يتمرن، الوداد يتمرن الساعه 7 وبعد كده الاهلي يتمرن الساعه 8. يعني طبعا هو اصل حكايه السبت دي عملت لنا كلنا مشكله. امبارح برضو سياده المستشار مطر منصور طبعا بيتكلم ان هو بيطالب ان مباراته مع وادي دجله انها تتاجل عشان يخلي يعني وده شعور كويس ان كل الزملكاويه وكله اللي هيقعد يشجع هيشجعوا النادي الاهلي يتفرجوا، فواضح انه في حاله في مصر كلها واقفه، مصر كلها خلف النادي الاهلي، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب باذن الله. الوداد هيوصل امتى ان شاء الله؟ المفروض يوصل الخميس ان شاء الله. يعني هم ما قدوش الميعاد بس ده اللي انا عارفه يعني. فعلا طياره النادي الاهلي، كمان النادي الاهلي بيتكلم، انا عارف حضرتك برضو عشان ندي الناس التفاصيل، عشان في البعض بيجهز نفسه، انت عارف جمهور الاهلي كمان في الثقافه دي اللي احنا بنساعدهم فيها، اللي يسافر ورا فرقته مهم جدا جمهور الاهلي تبقى موجوده. السفر بالنسبه للنادي الاهلي بعد المباراه كمان في طياره خاصه ولا لا هيسافروا زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ كل مره بيظبط الدنيا؟ لا بص حضرتك، هو بالنسبه للكابتن سيد والكابتن سمير علي غالبا هم هيسافروا من تاني يوم عشان يروحوا يشوفوا الفنادق هناك، لان هم عايزين يشوفوا على ارض الواقع يعني. فهم هيسافروا تاني يوم مباراه يعني، ان شاء الله بنحاول نحجز لهم. بالنسبه للفريق ان شاء الله هيسافروا الاربع، يتمرنوا الخميس والجمعه في الدار البيضاء ان شاء الله. بالنسبه لحكايه الطياره الخاصه، بص حضرتك تعرف الطياره الخاصه فيها ميزه لما بيكون في ترانزيت او مسافات بعيده، لكن القاهره الدار البيضاء هو خط طيران مباشر، فاصبحت الطياره الخاصه غير ذات قيمه. يعني تقدر حضرتك دايركت تمام. لا وبعدين الطياره الخاصه برضه حضرتك انت عارف بتبقى طيارات صغيره، مسافه 5 ساعات برضه ما هياش فتره صغيره، فعشان برضه ولادنا ما يوصلوش لعيبه تعبانين انها طياره صغيره وبتبقى، فبدل في خط مباشر ما بيبقاش في تعب، فلا هناخد طيران منتظم ان شاء الله. سيادة اللواء مرة تانية أنا بشكر حضرتك جدا، وخلي بالك أنا من 10 الصبح عندك بكرة، لأن الرسائل جاية كتير جدا، واللي أنت وعدتني بيه المرة اللي فاتت أنا والله ربنا يعلم عملنا إيه، وحاجة تخص التذاكر إحنا مش بنميل لقصة المسابقات، لكن الفوز بيخلي جماهير النادي الأهلي تبقى عايزة تروح أكتر وأكتر، وأنا عارف كمية الضغوط اللي تبقى عليك أنت الأستاذ وليد مهدي في قصة التذاكر، لكن مرة تانية وثالثة ومليون حاجة مشرفة، حاجة محترمة. نظام السيستم ده ريحنا من قصة اللي انت تقف طابور وتهين المشجع المحترم اللي هو بيحب ناديه، لكن خلاص حضرتك قلت ان شاء الله هتستلم مجموعة من التذاكر بكرة، عشان بس الناس تبقى عارفة، طلعت اشاعة النهاردة والناس هتبتدي تروح النادي، قلنا التذاكر لسه ما اتطبعتش الكلام ده. يعني انا بقول لحضرتك اتعشم انها تبقى بكرة اخر النهار، اتعشم ولسه التذاكر ما جاتليش، فلسه هتتختم هنا مديريه شباب الرياضه وبعدين اصفرها اسكندريه. تمام يعني اتعشم بحاول، لكن هي الشكل العام بيقول انها هتبقى موجوده في الشكل العام بيقول كده يعني. بنحاول يعني، قاعدين ناس بعربيه وقاعدين ناس مندوبين يعني يعني قاعدين جاهزين لكل حاجه يعني. سياده اللواء انا مره ثانيه وثالثه ومليون بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللواء شيرين شمس على المجهود المبذول كمان، عشان الراجل منظومه العمل هو زي ما قال كلام محترم، في البعض في المنظومه الرياضيه لما يعمل نجاح يقول لك انا اللي عملت وانا الراجل اول جمله اول ما قلنا له كده قال لك انا معايا فريق عمل محترم بينفس كل حاجه. وخليني كمان اشكر وليد مهدي، قصه التذاكر دي قصه صعبه متعبه، جمهور الاهلي بالملايين في كل مكان، واللي بيتطبع 50,000
وانا هنا مش بقف مع حد، ده طبيعي يحصل مشكله، بس احتواء المشكله ده الاهم. لكن خليني احييه على نظام السيستم اللي موجود، حاجه مشرفه، حاجه محترمه، حاجه تليق بتاريخ النادي الاهلي واسمه. انت سابق في كل حاجه بألف خطوه، ارجعوا للتاريخ، وهو ده اللي احنا بنقوله دايما. كنت عايز اتكلم في نقطه كمان كويس جدا اللي سيبت لو اتكلم فيها عن الكابتن حسام البدري. عارفين الاهلي في انتخابات، واحنا قلنا لكم موقفنا واحد، الكل ولاد النادي الاهلي، ما فيش حاجه زي ما بيتقال لا ده مش معروف. ما النوايا الخبيثه دي هنفضل نسمعها كل يوم. لا انا مش هتكلم في انتخابات مره ثانيه، لكن كلهم ولاد النادي الاهلي، كلهم محترمين، كلهم جايين يخدموا النادي الاهلي، حد يختلف على اللي بيتقال ده؟ اكيد ما اعتقدش ان في حد يختلف. نسيب الجمعيه العموميه هي تختار من غير ما تضغطها تقول لها شمال ولا يمين، لان هي اول ما انت بتضغطها صدقني ما بتسمعش كلام حد وبتستفز، زي ما حصل من برامج او برنامج كتير جدا، وهم خلاص انت ما توجهنيش، انت ما تقوليش. فابتدت الحرب الخفيه اللي انت تقلل من الناس، ده مش معروف، لا ده معروف، ده خلينا نحترم بعض وخلينا نكبر بعض، واللي يقود المسيره ونقول له احنا معاك وفي ظهرك، هو ده الاصول. ولكن يجي يقول لك الحياديه ويروح مخبط ديب 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 ويطلعني انا ملاك، التاني يقول لك الحياديه يروح مخبط فيا بعد ما انا كنت كويس ويطلع الفلان الفلاني ملاك. مش كده، مش كده، الريحه باينه ومتشافه والناس فاهمه. فمن هنا احيي حسام البدري، الكابتن حسام البدري المحترم، وهي دي الفكره اللي كنا بنقولها لكم قبل كده على فرقته. احنا من فرقته، احنا مالناش دعوه. حسيته بالملعب اللي فيه حاجه؟ لا انا ما حسيتش، حسيت ان مدير فني محترم قافل على فرقته، ركز عايزين بطوله افريقيا، احنا مالناش دعوه. هو ده الاهلي، وهي دي مبادئه، وهو ده احترام، وهو ده اللي احنا اتعلمناه. لو كنت شفت غير كده كنت هقول شابوه في الموضوع ده بالذات حسام البدري. اول ما تلاقي حد بيشتم حد، بيقلل من حد، اعرف اللي ليه غرض ومرض. اللي هيطلع يقول لك كلهم كويسين وكلهم محترمين، قول له انت راجل محترم تعرف اصول الاهلي وتعرف مبادئه. اللي يعمل غير كده تقول له ثلاث حاجات: قناه ولا مجله ولا موقع. تعال نشوف جماهير النادي الاهلي قالت ايه، وبعدها الفقره انا عارف اللي كلكم بتستنوها، لان الصندوق النهارده مليان مليان جدا جدا، واللي مش هيشوف الصندوق الاسود النهارده هيفوته كتير قوي قوي. نروح نشوف ونرجع لحضراتكم. هما طبعا الرجاله مش محتاجين ان احنا نقول لهم، وهم عارفين ان البطوله ديت هيلعبوها عشان خاطر روح الشهداء وعشان خاطر يفرحوا الجماهير، وان شاء الله احنا وراهم وبنساندهم وبندعمهم، وان شاء الله البطوله اهلاويه باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم، ويبقى التركيز معاهم اهم حاجه، ويبقى مستعدين كويس للقاء، لقاء صعب يعني في النهائي ان شاء الله، وربنا يوفقهم ان شاء الله، وكل اللي يلعب يبقى جاهز باذن الله. احب اشكر النادي الاهلي كله باللعيبه، بالجهاز الفني، يعني بص اللي بيشيل الكوره في النادي الاهلي احب اشكره. زي ما قلت لحضرتك انا زملكاوي، يعني هم بيمثلوا اسم مصر، فاتمنى لهم التركيز. ده يعني تواصل في صعود مصر لمنتخب كاس العالم. اهلاوي زملكاوي هيعود 100% على المنتخب الوطني. اهم كلمه تقال ان هيكسب كاس عالم، اللي هيوصل كاس عالم انديه السنه دي هيوصل كاس عالم السنه الجايه، كاس عالم انديه السنه الجايه. فدي رساله لكل اللعيبه الجديده اللي ما وصلتش اصلا نهائي افريقيا قبل كده، زي احمد حمودي، زي صالح جمعه، الناس اللي اول مره تلعب نهائي افريقيا. رساله ليها لازم يكون في تحفيز جامد جدا انها تلعب كاس عالم انديه السنه دي والسنه الجايه. انا بقول للجهاز الفني وبقول للعيبه كلهم ربنا يديهم الصحه وفرحوا مصر كلها، وعلى قد الحزن اللي احنا فيه كله، وجهاز كل الجهاز الفني يبدا الهدوء، وممنوع المشاكل في اي، ولا الجمهور تعمل اي مشاكل في اي حته، عشان خاطر مصر معروفه بالادب وبالاحترام. ما نلتفتش لنتيجه النجم الساحلي 6-2، قد تكون نتيجه خادعه، النجم صفوفه كانت مفتوحه، انا كنت شايف علي معلول بيتحرك كانهم متفق معاهم يفتحوا له المساحات، الوداد مش هيكون كده، مباراه نهائي، مباراه صعبه، هم عارفين، شافوا الاهلي كويس قوي، اتفرجوا عليه كتير، الدنيا كلها اتفرجت على الاهلي.
المباراه هتكون صعبه جدا جدا، لازم نهاجمهم من اول لحظه لاخر لحظه، ما يجرناش لمين وقع ومين ضيع وقت والحاجات اللي بيعملوها دي، عيننا على الجول بس. ويفتكروا دايما ان الجمهور اللي جاي ده متعود على الاهلي على الفوز وما بيقبلش من غير الفوز، مش هنقبل باقل من البطوله. الماتش اللي جاي ده ماتش خطير، لازم نلعب على ايه؟ على التماسك، لازم نلعب، وبالذات كمان هنا في مصر لازم نكسب، ونكسب بسكور عشان نعرف نعوض في المغرب، وان شاء الله خير باذن الله. واهم حاجه الجمهور، يعني الباشمهندس محمود طاهر بيقول عايزين جمهور كتير، يعني عايزين نزيد عن 60,000، فاحنا عايزين صح نزيد عشان الجمهور بيعمل حماس للاعيبه في الملعب. ان شاء الله احنا نلعب بنفس الروح اللي احنا لعبنا فيها بماتش النجم ان شاء الله، وهيبقى بنفس المستوى وان شاء الله، بس احنا ما نقطعش وان شاء الله. والله انا يعني بطالب الجهاز الفني واللعيبه ان احنا نكون عندنا استعداد تام للمباراه دي، نحاول بقدر الامكان ننسى مباراه النجم دي صفحه ونطوط، نحاول ان احنا نركز تركيز تام. عندنا اصابات بس الاهلي طول عمره ما يعني ما بيتاثرش باي غيابات موجوده. هم مش محتاجين رساله على فكره، يعني اللعيبه مؤديه ما شاء الله، يعني خصوصا مباراه النجم كانت مباراه يعني الواحد بيفتخر فيها قوي، يعني لعب واداء ويركزوا بس التركيز وينسوا مباراه النجم خالص، والتركيز وان شاء الله نعمل سكور هنا كمان، يعني ثلاثه مش مشكله وان شاء الله نعدي. برحب بحضراتكم من جديد، وانا في الفاصل بتابع صفحه شادي محمد الكره والجماهير على الفيسبوك، جت رساله لازم اقراها. البرنامج ده يمثل الجماهير، وانا قلت لكم الجماهير لما تتكلم في حاجه ليها حاجه لازم نتكلم فيها. رساله جميله، الاسم محمد عادل، بيقول كابتن شادي هو سنه حوالي 14 سنه، انا دخلت على البروفايل بتاعه بسرعه، اسمه محمد عادل، حوالي عنده 14 15 سنه. كاتب كابتن شادي انا مريض سكر وباخد دواء انسولين، ينفع ادخل بيه الماتش ولا لا؟ لان ما ينفعش اتخلى على النادي الاهلي في المباراه النهائي. طب تقولوا ايه حضراتكم؟ يعني دي حاجه بسيطه على فكره، احنا مش بنزايد على حد ولا لينا في الكلام ده خالص، انا استوقفتني الكلام اللي مكتوب، الاسم محمد عادل. ده احنا نجي لك لغايه عندك وتروح الاستاد وتشرفنا وتنورنا، عشان انت جمهور عظيم محترم، بيبقى فيه تضحيات ويبقى فيه حاجه، ده اقل حاجه انا بوعدك. التذكره انا هجيبها لك وهجيبها لك في مكان متميز، وهيبقى حد من فريق العمل يتابع معاك، تواصل على الصفحه، ابعت رقم تليفونك، وانا بوعدك هتدخل باي حاجه. واتمنى الاستاذ وليد مهدي يطلع له كارت كمان للمباراه لو هو بياخد، اعتقد دواء الانسولين عادي يعني تدخل بيه، لكن انا بحييك على حبك للنادي الاهلي وانتمائك، وده واجب علينا. اخر حاجه هتكلم فيها سريعا قبل الصندوق الاسود، كنا اتكلمنا عن قصه جماهير النادي الاهلي، البعض منها بيمر بمحنه، الاسر كانت بتمر بمحنه جدا لان هي مش متعوده على الكلام ده، ومش هقول محبوسين لان الكلمه دي دمها تقيل على قلبي قوي، سواء جمهور الزمالك او جمهور النادي الاهلي، فهقول كانوا في محنه، وكلنا في حياتنا بنمر بمحن، وكلنا في حياتنا بنمر بظروف صعبه، لكن المره دي قصه المحنه دي اليمه شويه، لان بتدخل حاجه ولا لونك ولا شكلك ولا اي حاجه. اتكلمنا على جمهور النادي الاهلي اللي كان في محنه، الحمد لله خرجوا من المحنه النهارده، القضاء قال كلمته، وانا قلت لكم انا مع دوله القانون، احترم مؤسسات الدوله، ما اقدرش اتكلم لكن اقدر اقول مظلوم او ظالم، القانون يقول كلمته والقضاء يقول كلمته. فمن هنا جماهير النادي الاهلي الكل خرج ناقص واحد، الكل خرج النهارده بقضائنا العادل الشامخ اللي احنا بنحترمه، قضوا وقت طويل 7 8 9 شهور، أسرهم مرت بمحنة كبيرة جدا، لكن وعدتكم دايما الحاجات اللي من وجهة نظرنا بندرسها ونتكلم فيها، نناشد ونتكلم وما نتخلاش عن حد، واحنا ما بنمسك في حاجة للأمانة ما بنسيبهاش، عشان بيبقى لينا حق اللي احنا نتكلم، وجمهورنا ده ليه حق علينا اللي احنا ما نتخلاش عنه في المحنة. فمن هنا الناس خرجت الحمد لله،
هيرجعوا مدرجهم بكل سلام، هيبقى في انضباط، هيبقى في تشجيع للاهلي، سافر ورا فرقتك شجع، الدوله محتاجه الشكل الجميل ده. هننتصر على الارهاب القذر بكل واحد يروح شغله، ومن ضمن الشغل جمهور الاهلي اللي بيحب فرقته، اللي انت بتنمي عنده انتماء، فبالطبع هينتمي للوطن. معانا احد او احد او والده احد اللي كانوا في محنه اللي انا قلت وافرج عنهم النهارده. برحب بيك يا فندم، وحمد لله على سلامتهم كلهم، وانا عارف ان انتوا كنتوا كلكم ايد واحده، اتحملتوا امور كتير جدا صعبه عليكم، عارفينها كويس جدا، ولكن الحمد لله على سلامه كل الرجاله اللي خرجوا، اللي هيخرجوا بكره، بس القرار القضاء قال كلمته النهارده والحمد لله اطمنا عليهم. حابه تقولي ايه؟ اتفضلي يا فندم. انا والده محمود مصطفى عبد الدايم، اللي كان متاخد في محبوس الفتره اللي فاتت دي 9 شهور، من جماهير الاهلي مشجعين الاهلي. حضرتك دخلتي معانا قبل كده في اول المحنه، وكان عندك يقين وثقه ان ابنك هيخرج ان شاء الله. ان شاء الله بشكر ربنا بعد ربنا طبعا، بشكر رجال القضاء انهم وافقوا مع اولادنا وكل اللي ساند ولادنا في الفتره المحنه اللي احنا مرينا بيها دي كلها. بشكر النادي الاهلي باللي فيه، بشكر قناه الاهلي، وبشكر حضرتك لانك انت من لا بصي هطلب من حضرتك طلب. معلش لا اسمعيني بس، معلش انا انت على العين والراس واحنا اكيد فرحانين زي ما حضرتك فرحان، اشكري الناس كلها واشكري القناه وقولي كل حاجه، بس ده احنا لو سمحت أيوه بلاش 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 شخصنا عشان ما حدش يقول احنا بنزين، انت عارفه الناس بتستهدف الاخطاء. انت حضرتك من اول يوم في المحنه اللي احنا مرينا فيها، وانت كنت كل يوم انت الاعلامي الوحيد اللي اتكلمت في الموضوع ده في كل حلقه. انت الوحيد اللي عملت، انت لا بتعمل شغل بتعمل اي حاجه، انت مسكت قضيه والبرنامج بتاعك اسمه الكره والجماهير. يعني انت ماسك برضه حقوق الجماهير، يعني ماسك بتدافع عن اي حد بيحصل وراء اي مشكله. مبسوطه؟ مبسوطه؟ طبعا ربنا يبارك فيك، وبشكر كل النادي الاهلي والمهندس محمود طاهر وكلكم والمعدين والبرنامج والقناه بتاعت النادي الاهلي. بس برضه ارجع اقول البرنامج الوحيد اللي ساند ولادنا كل البرنامج الكوره والجماهير بتاع حضرتك، وانت اللي وقف معانا من اول يوم، وانت اللي كل حلقه بتتكلم عننا، الاعلام الوحيد اللي بيتكلم عن قضيه ولادنا. يا فندم دول اخواتي واكل معاهم عيش وملح وعارف البيوت كلها، وصدقيني يعني انا الحاجات دي الواحد بيبقى محرج جدا يتكلم فيها، لان انا بشوف ده دورنا. حاجه بس عايز اسال حضرتك فيها، الاسر شعورها ايه النهارده؟ انت اكيد متواصله معاها جدا 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 جدا، وبالقرار اللي احنا الافراج عن ولادنا وبالقضاء اللي هو ادهم اخلاء السبيل بصراحه ربنا. بس برضه دوت بعد ربنا وبعد رجال القضاء اللي وقفوا معانا. كلمتي محمود؟ كلمتي محمود؟ لا انا لسه مش عارفين نكلمه، هنكلمه ازاي؟ هو بيستني لسه عبال ما يخرج، وروح بقى الاسم يترحله لسه بكره ما هنعرف. ربنا الحمد لله اللي ربنا رجعولك بالسلامه، وانا مره ثانيه وثالثه ومليون، انا اعرف انتوا الظروف اللي مريتوا بيها صعبه جدا واليمه جدا. الحمد لله الحمد لله، احنا راضيين عن اللي ربنا ادهولنا، احنا بنشكركم جدا وبنشكر كل الموجودين. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، وده واجبنا، لان انا مره ثانيه هرجع اقول في حد في حياتك، وهو ده اللي عايزين نعلمه للناس كلها. لما حد يعمل معاك حاجة صغيرة قد كده في حياتك، انساله أي حاجة وحشة. صدقوني لو كل واحد عمل كده هيبقى عندنا انضباط، وهيبقى عندنا أخلاقيات، وهيبقى عندنا حتى الجدعنة اللي احنا اتعلمناها والطيبة ده هيبقى موجود. لكن ما تقعدش تتصيد الأخطاء لحد، وما تقعدش تهاجم حد وهو في محنة، وما تقعدش حاجات كتير. احنا بنعمل كده، في كتير مننا بيعمل كده. وأنا بصراحة كنت محرج من الكلام شوية، لأن لما يبقى فيه عيش وملح مع حد أنت عارف معدنه وأصله ما تتخلاش عنه، حتى لو هو بيمر بظروف صعبة، أنا أعلم تماما اللي مروا بيه. فمش عايز أطول، ولكن الحمد لله ناقص واحد بس من جماهير النادي الأهلي، مش هقول اسمه، لكن هندافع وإحنا عارفين، وإن شاء الله هيبقى مع زمايله وإخواته ويخرج بخير. ناقص واحد عشان كلنا نرجع نتكتف من جديد، وجمهور نادي الزمالك كمان ربنا يا رب يخرجهم بالسلامة. ولان الكوره بدون جماهير ملهاش اي معنى. بنشوف امبارح وكل المسؤولين وكله بيتكلم بيقول لك لولا جمهور النادي الاهلي كانت الدنيا هتبقى صعبه، الجمهور خلى فريق النجم مش عارف حصل ايه، ومن قبلها القطن الكاميروني من سنين، في وقبلها فالجماهير دي فضلها علينا كلنا، ده ما حدش بيمن عليكم.
انتوا اصحاب الحق، انتوا ما بتطلعوش النادي الاهلي حتى على مستوى البطوله، لو اخد بطوله هو انتوا بتصرفوا مكافئات غير الفرحه والبسمه وترفع علم النادي الاهلي؟ فده واجب علينا، بشوف انا كده وبشوف في بعض الامور الصبر، لو كان حصل تجاوزات، لو كان حصل حاجات الامور هتبقى صعبه، لكن شفت الام الجميله بتقول ايه؟ بشكر القضاء، رغم اللي هي عارفه من غير ابنها وقاعده من غير ابنها 9 شهور واول مره يمر بمحنه زي دي، ما حصلوش قبل كده الكلام ده، وهو ده اللي احنا كنا بنقوله. وهقول لكم حاجه انسانيه بما يرضي الله، اصل انا لما بطلع على الشاشه واسترسل بتكلم بمشاعري، ولو قدامي كل الورق ده ما فيهوش الكلام اللي احنا بنقوله، لكن في حاجات لو انت ما عندكش مشاعر وما عندكش قلب وحاجات انسانيه، في البعض بيتجرد من انسانيته عشان مصالحه، لكن احنا بنتكلم في امور بجد. تخيلوا ام ظروفها الماديه صعبه ومش عايزه تودي لابنها اكل عشان معاش فلوس، عشان عودت الجميع اللي هي تجيب للكل وهو موجود، انتوا عارفين المحنه دي، ناس عايزه تاكل اكله حلوه، تخلي بالك من ابنك لانه في محنه وتعامله نفسيا، هو ده اللي احنا كنا بنقول. فالامهات دي اتحملت امور صعبه هم مش متعودين عليها، فكان مهم جدا نوضح الصوره. لكن هرجع اقول لكم تاني اللي انا او البرنامج اللي عمله او قناه النادي الاهلي اللي عملته، هي عملته عشان ده واجب علينا، وعلى المستوى الشخصي ده في عيش وملح، وفي بيوت دخلناها بيوت محترمه بعيشه بقليل وزي ما بيتقال، ولا بيفرق معاها فلوس ولا اطيان ولا فيلل ولا الكلام ده، هي راضيه بالوضع بتاعها وراضيه بالعيشه البسيطه الجميله اللي كلنا خرجنا منها. دي نقطه كان مهم كمان اتكلم فيها. خلينا نروح للصندوق الاسود اللي مليان جدا جدا، نشوف معانا مين اول واحد في الصندوق. مش ما نقولش كان الاغلاط، حتى كميه الاحترام ما كانتش بالدوزه الكافيه. معناها نقول لك هذا الفريق كل ما تزيد تصعب عليه كل ما يزيد يقوى، ورينا هذا في تونس، ورينا ضد النادي دار الصفاقس في اتعس حالاته وفي الصعوبات، سجل في اخر دقيقه وفاز. ضد الترجي عامل 1-1 في القاهره وجا وفاز، ضد الترجي سناء جا وفاز. يعني قد ما تزيد تصعب عليه قد ما الكيف هذا تلقى حلول. شنو نقول لك؟ معناها ما احترمناش كيما يلزم النادي الاهلي، ورينا اليوم بغيابات ممكن تتمناها في حياتك انه يغيب حسام عاشور ويحب احمد فتحي. ليكسبيريونس لي دو كابيتان الناس الصحاح. للاسف شفنا من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى هما منظمين، واكتشفنا انهم هما بالحق معناها حتى كان ما يعطيوش ماتش كبير كيما العاده يشدوا الكوره ويدوروا كذا، لا يستغلوا لك اخطاء. اللي فوت اللي عملناها من كل تك تك كل غلطه بونتو. لدرجه كونوا في الماتش معناها ما عادش عندنا حتى امل. ولا تاكون تاعهم اللي دعموه وساندوه من اللي بدا السيزون لتو لقوه اليوم ماركي لهم. معناها ما ماركيش برشا بونتوات ضد في ماتش الاخراني ضد الرجاء، معناها حمله كبيره اعلاميه على 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 تاكون تاعهم اليوم ماركي لهم. دي قالوا ايه وشهاده حق في النادي الاهلي من النجم الكبير زبير بيا، نجم المنتخب التونسي ونجم النجم الساحلي. أنا مش هقف عند الكلام اللي قاله غير عند نقطة واحدة. في الوقت اللي البعض بيشكك فيه في النادي الأهلي، الراجل قال لك رغم إن أحمد فتحي غايب ورغم إن حسام عاشور غايب ورغم إن عبد الله السعيد غايب، الأهلي راح كسب ترجي وراح كسب النجم الساحلي وهزيمة تقيلة وكبيرة لأنه مستعد أكتر، وقال كلام كتير جدا. هي دي قيمة النادي الأهلي اللي بره يعرفوه. لكن اللي منك اللي يشككوا فيك ويقول لك مش عارف ايه وايه وهنتكلم بعد شويه. لكن النجم الكبير هو ليه نجم كبير؟ النجم الكبير بيبقى من كلامه، من بيعرف قيمه الخصم اللي بيلعبه، يعرف قيمه النادي الاهلي وشعبيته، اللي انت اوعى تستهتر قدام النادي الاهلي، اوعى تقلل منه. فمن هنا سمعتوا الكلام المحترم اللي قاله النجم التونسي زبير بيا، لان عندنا ناس صعبة قوي في مصر بتعمل حاجات غريبة وبتقول حاجات غريبة وتكتب حاجات غريبة في الوقت اللي الناس بره تعلم قيمة النادي الأهلي واحترامه للمنافسين، ولما يحترم المنافسين تلاقيه بيكسب 6 وأكتر من 6. هو ده النادي الأهلي. نروح نشوف كمان الصندوق اللي بعد كده ونرجع لحضراتكم.
بعد الستة صعبان عليا عمر هريدي. مصر كلها اتكلمت ومصر كلها قالت اللي قالته. احنا لينا رأي مختلف، والرأي المختلف احيانا ممكن بنظرة توجع اللي قدامك، احيانا ممكن بكلمة توجع اللي قدامك. سبحان الله بعد كلامه اكيد صعبان عليا بعد الستة اكيد، لكن انا هعمل لكم ربط جميل قوي عشان نخلص الكلام اللي انتوا شفتوه. الناس كلها قالت اراء. على فكرة انا ضد اي حد هاجمه، وضد اي حد انتقده بالمناسبة، وضد اي حد قال له كلام ما يصحش. عارفين ليه؟ بيقول لك في رأي متطرف، ولا بلاش متطرف دي عشان احنا بنفهم في القانون شويتين، في رأي متشدد. فالرأي المتشدد زي الجماعات الإسلامية كده، فيجي يقول لك الراجل خلاص عنده ثقافة إرهاب 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 إرهاب، ما دام النوع من اللي انتوا شفتوه نوع من أنواع الإرهاب قبل المباراة اللي ينزل الكلام الصبح على الفيسبوك عنده. فلما تيجي تعالجه وتشتمه هيرهبك أكتر بعدها بيوم بيومين ثلاثة، احنا ما بنخافش. لكن انا بقول لكم بعمل ربط، فكروا معايا، بلوروا الكلام كده جوه دماغكم كالعادة زي ما بقول لحضراتكم، وشوفوا كلامنا مظبوط ولا لا. فاللي زي ده ما تخشش معاه في اللي انت تهاجمه وتشتمه. اللي يجي يقول لك بس خلينا اكمل الربط الاول، اللي هو فكرة مش عارف الاهلي فيه ايه، والحكام والقيم والمبادئ ومش عارف ايه، وتسمع امور كتير جدا. اللي زي ده اللي فكره متشدد وقافل على نفسه يا حرام، ما تهاجمهوش، لان لما تهاجمه هو هيبقى فرحان بده وهيعمل تاني. لكن اللي زي ده عارف تعملوا ايه؟ عارفين العلاج ايه؟ تجيبوا تدخلوه النادي الاهلي وتقعدوا قدام تمثال صالح سليم، وتقعد تصوره قدام تمثال صالح سليم، تدخلوا عند الفريق مرتجي والتمثال وتصوره، تدخله على دولاب البطولات وتقعد تشرح له بقى بالراحة. البطولة دي لما الأهلي غابت سنتين ما قالش ولا سحر ولا شعوذة، اشتغل. البطولة دي اسمها ايه؟ تروح جاي قايل له دي بطولة أفريقيا كان النجوم فلان وفلان وفلان. وبعد كده تروح جاي تجيب له الدرع نادي القرن، تقول له ده اللي استلمه المايسترو اللي أنت اتصورت معاه من شوية. فلما اتصورت معاه من شوية هو راح استلم عشان كان في تخطيط، كان في نظام. النادي عندنا نادر جدا لما ترفع قواضي على بعض ولا نحارب مجلس عشان يبقى منحل، فتعيشه في اللي هو عاش فيه طول عمره يلاقي حاجة مختلفة، وتقعد تفهمه بالراحة، لأن العقليات دي فاهمة تلات أربع حاجات. اسمعوني وصدقوني، ما ده الفكر المتشدد، بلاش المتطرف. ظلم تحكيم الحكام السبب، شحر وشعوذة، نادي القرن، مفيش مبادئ ولا قيم. مش هتخرج الاربع حاجات من دول مع كل واحد بالفكر المتشدد ده. فانت تعالجه بايه؟ تفهمه. يبقى انتوا مشيتوا على الخطوات اللي انا قلتها. فبعد ما تشرح له بالراحه وتقعدوا قدام دولاب البطولات وتصوروا مع نماذجنا النماذج المحترمه المشرفه الرموز الكبيره، تروح مفهمه بالعقل وتقول له الاهلي دايما يا حبيبي سابق بمئة الف خطوه. تعال اشرح لك لما اتعمل الجروب جوه الاهلي اتعمل عشان 1 2 3، بص بيسافروا ورا الفريق ازاي، فكان الاهلي سابق بخطوه. تعال نقول لك النادي الاهلي لما بيخطط على المستوى الاداري الشغل والعمل الجماعي هو ترس، فتشرح له. تشرح له لما يبقى في فرقه كوره ما يبقاش في حاجه اسمها في تسلسل، كابتن الفرقه يكلم مدير الكوره ومدير الكوره يكلم لجنه الكوره ولجنه الكوره تروح تعرض على مجلس الاداره. تفهمه اللي فيه سيستم، فهيقعد هيتخض مش هيصدق نفسه لان الحاجات دي هو ما بيشوفهاش. طيب هتقول له على مستوى القناه النادي الاهلي سابق ب 100 الف خطوه قبل الجميع، عنده قناه. لما تيجي تقول له السيستم بتاع التذاكر وهكذا، مش عايز اتدخل لان عارف قيمه ناديه، لكن تخش تشتمه غلط، فكره هيبقى متشدد بلاش متطرف اكتر. لكن تجيبه بالراحه كده، عارفين بعد لما يقول الكلام ده الماتش يخلط سته، فانت لما تعمل معاه وتوري له الحاجات اللي انا قلت لك عليها وتكلمه بالمنتهى العقل والهدوء، مش بيقول لك انا باخد بقى للتفكير الجهادي اللي بيقعد يدمر وارهاب، ما هو ده نفس الفكر، يعمل ارهاب ما بين الجماهير ويخلي فيه نفوس ضعيفه وفيها غضب وفيها وما فيهاش روح رياضيه وفيها غباء وكراهيه. الكلام ده بيعمل ده. فلما تجيبه وتفهمه الكلام ده كله هتلاقيه ماشي بقه ده مفتوح قد كده، مش مصدق نفسه، حاسس اللي هو في حلم.
والله بجد، من غير ما تضايقوا نفسكم، من غير ما تتعبوا نفسكم، لان هو سبحان الله ربنا عاقبه وهو رقم ستة متعقد منه فبقت ستة النجم، وهو طبعا عنده ذاكرة سيئة جوه دماغه فبالتالي ينام متعكنن. فمن هنا تاني الفكر المتطرف لما تهاجمه وما تفهموش بالعقل، او الفكر المتشدد لما تهاجمه وتقعد تشتمه وتقعد تقول له كلام صعب جدا، انت كده هتخليه يتطرف تاني، وتلاقي الماتش اللي جاي عامل لك الصبح هيقول لك كنت ماشي من عند الاستاد فقابلت كابتن سيد عبد الحفيظ بيوقف مع 5-6 وفجاه طلع له حسام البدري، هتسمع من الكلام ده كتير، مش عايز بقى اقول كلام ما ينفعش الواحد يقول، هتلاقيه النوعيه دي تعمل كده. فبالتالي حضرتك ادعوه في النادي الاهلي، والله ما بهرج انا بكلمكم بجد، وادعوه خدوا له الحاجات اللي قولوا له بص الشكل، بص النظام عندنا، بص نادينا عامل ازاي، بص اللي احنا ما عندناش حد بيتدخل، بص ما عندناش الكلام اللي انت عشت فيه سنين طويله. وبالتالي لما تكلمه بالعقل هيشوف الاختلاف، ولما يشوف الاختلاف هو هيمشي مبهور مش هيصدق نفسه، فبدل ما هيكتب قبل ماتش الوداد حاجه هيكتب كده: اعتذر للنادي الاهلي العظيم صاحب المبادئ والقيم والنظام والالتزام. مش هتسمعوا يقول لك ولا جماهير ولا حكام ولا نادي القرن ولا الكلام ده كله. فانتوا تعالجوا الكلام ده بالعقل وبالاحترام وبالهدوء، بلاش نشتمه، بلاش نزعق له، بلاش نمسك له الخرزانه، بلاش نمده على رجليه، خلينا نقول له الكلام ده بالعقل. وانا متاكد 100% المتشدد واللي فكره بالتفكير ده واللي عايش في الفكر ده، لما تكلمه بالتاريخ وتحكي له تاريخ ناديك ومين رؤساء الانديه وعملوا ايه والقرارات والتعامل ازاي مع المسؤولين في الدوله والتعامل ازاي مع مؤسسات الدوله، صدقوني هيخرج مبهور مش هيصدق نفسه، وهتلاقوه لو هو مش عضو تاني يوم بيشترك في النادي الاهلي ويعمل عضويه، وما تستبعدوش كمان يلبس تيشيرت النادي الاهلي وتلاقوه قاعد في المدرج بيشجع. ايه رايكم؟ مش اللي انا قلته افضل؟ نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده ونرجع لحضراتكم. النهارده استطاع النادي الاهلي ان هو يصنع البهجه للمصريين، وانا اما ابص للي عمله الاهلي النهارده ضد كل الناس اللي قالت لك انتوا نسيتوا الشهداء، لا ما نسيناش الشهداء، ده هو لولا الشهداء كانوش الناس دول قعدوا في استاد واتفرجوا على ماتش كوره وخرجوا لبيوتهم وروحوا وانبسطوا. الشهداء دول هم اللي بيخلونا نعيش، هم دول خلونا نكمل. كل اسره الشهيد النهارده بنقول لها متشكرين على ان انتوا خليتوا لنا معنى، بتخلوا لنا حياه. ما انا حياتي ما تساويش حاجه، ده هو كل واحد بيفدي 1000 بيدي 2000 بيفدي 100 بيفدي مليون. فالنهارده النادي الاهلي ادى الناس السعاده اللي برضو بعض الناس قالوا لكم وخلاص نسيتوا، لا الناس ما نسيتش، بس ده بيوريك رغبه المصريين في الاستمرار، ان انا عايز استمر وعايز اعيش وعايز انزل وعايز يبقى في ماتش كوره وعندنا اراده ان احنا نكسب، وده باسم مصر والفريقه دي وصلت للنهائي وكانت مغلوبه بره وقدرت تعمل حاجه وعملت شيء عظيم وازارو كان عبقري وبشكل غير ممتع، وكان في عدد من الجن الاحمر بيلعب في على الارض وما كانش في حد قادر يقف قدامهم، وقدروا ان هم يجيبوا 6-2 وقدروا ان هم يعملوا كل حاجه وقدروا ان هم يفرحوا الناس وتسعد مصر. ليس شعبا تافها، شعب عنده دايما رغبة في الحياة، هو عنده رغبة في الحياة. زي ما كان مكتوب السهم جاء على اليوتيوب، وكلام في الصميم من أكبر زملكاوي في مصر الأستاذ عمرو أديب، واحد من الشخصيات الجميلة، تتفق تختلف، واحد من الشخصيات اللي انت تحترمها وما بياخدش المواضيع بتعصب سواء على الاهلي والزمالك للامانه. لكن قبل ما اتكلم في اي حاجه وليا تعليق مهم هنا، عايز اقول البقاء لله في شهداء الوطن، شهداء الوطن وشهداء الشرطه خصوصا، خصوصا اللي هم بيموتوا عشان احنا نعيش ونيجي شغلنا
ونشتغل في شغلنا ونتكلم عن جماهيرنا ونتكلم عن نادينا. هم بيموتوا عشان نعيش في امان. بيتحرموا من ولادهم، بيتحرموا ولادهم بيتحرموا منهم، واللي يتصاب يتصاب عشان خاطر مين؟ عشان نحن. وده كلام من القلب، عشان نحن، هي دي الحقيقه. اتذكر ايام الثوره كان الواحد بيخاف على ابنه ينزل الشارع او بنته، كلنا كنا كده. ابتدينا يحصل صداقات مع ناس ما نعرفهاش، عمر اللي جنبك واللي جنبك. كنا عايشين في امان؟ ما كناش عايشين في امان. ولكن البقاء لله، وربنا يصبر اسر كل شهدائنا واسر ضباط الشرطه اللي مره ثانيه وثالثه ومليون بيموتوا عشان خاطر احنا نعيش. ده لازم الكل يبقى فاهم كده. هرجع اعلق على الاستاذ عمرو اديب وهتكلم على اللي هو قاله. عشان تنتصر على الارهاب اللي انت بتشجع الاهلي تشجع الاهلي، بتروح السياحه تروح شغلها تروح شغلها، الاقتصاد يروح شغله، طب هنقعد في البيت وما نشتغلش؟ الارهاب هينتصر علينا تاني وتالت ورابع ومليون. وبيعجبني في كل الضباط اللي بيتكلموا بعد كل حادث اليم، هم مفكرين ان احنا كده مش هنرجع، هم مفكرين ان احنا كده خفنا. ده احنا مكملين من تاني وعندنا لسه عندنا كتير قوي نقدمه. ايه الرجاله دي؟ ويبقى طالع عمليه وعارف اللي هو ممكن يستشهد وعادي كده. مره تانيه عشان احنا نيجي شغلنا، عشان حضرتك تروح المدرج، وعشان فلان يتدرب، وعشان فلان يحترف، وكل ده عشان على الاقل الامان اللي احنا بنعيشه. استاذ عمرو اديب اتكلم كلام موضوعي جدا وعجبني. يقول لك نسيته، شو مين يقدر ينسى؟ الكلام ده مش حقيقه. الارهاب الاسود تنتصر عليه بالعمل، بالتنميه. لو سينا فيها مشكلة اعمل فيها جامعات وطورها وغير جامعات وملاعب، ويبقى في فرقة في الدوري الممتاز، ويبقى في جماهير. انتصرت كده على الارهاب. لكن لو قعدنا نحط ايدينا على خدنا ونقول الامور استثنائية غير طبيعية، الناس اللي هي دماغها قديمة طول الوقت تفكر مش عايزة تخرج بره الصندوق، واللي هي بتتصيد الاخطاء، فمن هنا كل واحد يروح شغله، كل ما يحصل حدث أليم نشتغل. الجماهير، احنا الدولة الوحيدة اللي عندنا حاجة غريبة جدا. عمركم شفتوا فرنسا لما حصل قنبلة في عند الملعب في فرنسا، الدوري وقف ورئيس الجمهورية وكان رعب رعب في رعب. احنا الدولة الوحيدة تقول له قنبلة في الهرم تلاقي الشعب راح بيدور على القنبلة. والله احنا كده، دي حقيقة، احنا كده الشعب الوحيد. تقول له قنبلة مش عارف فين يروح جاري على طول ويتابع من قريب منها، عشان قلبنا حديد، عشان احنا رجالة. للأمانة أحيانا بنتخلى، ولا بلاش كلمة حديد، أصل أنا ماليش فيه، خليني كلمة حديد دي بتجيب لي فوبيا. فخليني أقول لحضراتكم بجد، أنا بتكلم بمنتهى الأمانة مع حضراتكم، احنا الشعب الوحيد اللي بيعمل ده. فمن هنا لما يحصل حدث زي الأهلي بيلعب في بطولة أفريقيا نروح والشعب يفرح، منتخب مصر يروح كأس العالم والشعب يفرح، لأن الحاجة الوحيدة اللي بيلتف عليها الشعب كرة القدم والرياضة بشكل عام، هي اللي بتنزل الشعب ويفرح ويتجاوز حزنه ويتجاوز. ولما كسبنا كأس عالم الناس في الشارع نزلت قد إيه، وكلنا بعالم مصر بأولادنا بأسرنا بقرايبنا بأصدقائنا، ميادين مصر كلها عملت ده. فمن هنا اللي بيقوله أستاذ عمرو صح، هو عمل ربط جميل، الأهلي بيلعب وأزاره تألق و و و و، لكن ما بننساش شهدائنا، لأن زمايلهم والمؤسسة العظيمة اللي بتحمينا دي هي مكملة أساسا من غير ما تسمع. كم واحد من الشرطة راح أمن الجماهير في الملكية؟ كتير. ومنين؟ من بره الطريق، من بره الصحراوي، وقاعد من الساعة كام؟ أنا بقول لك من 8 و9 الصبح. فلازم أدي الناس حقها، ولازم أتكلم عنهم كويس، ولازم أقول لهم شكرا على التعامل كمان اللي فيه اختلاف بشكل كبير. الأول ما كانش فيه اختلاف، وزمان كان فيه اقلع الحزام وأضربه بيه، أنا أهو في أكتر من كده صراحة، ولكن دلوقتي حاجة تعامل فيه شياكة، تعامل فيه احترام، حتى لو في تجاوز هتلاقي قد كده، لكن الشكل العام عشان كده كلنا بقينا ايد واحدة. ننتصر على الارهاب. الاهلي عنده نهائي يلعب النهائي، يحصل ارهاب كل واحد يروح شغله ويبدع فيه ويقاتل ويحترم مؤسساته، لان البعض اللي عايزنا نغلط في مؤسساتنا، او انت لما تفتح بعض المواقع وتلاقي غلط في المؤسسات، لا طب هنبني الدولة ازاي واحنا مش ايد واحدة ومش متكاتفين ومش بنحب بعض ومرعوبين وخايفين. فمن هنا انا موافق جدا على كلام الاستاذ عمرو اديب، اللي انا كمان مره تانية بدعوك، انت بقالك 10 15 سنه بتفرح باللي الاهلي بيعمله،
وارد اللي انت تغير، وانا على ثقه اللي ممكن الاهلي واخد بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه، انا واثق اللي انت ممكن تغير المره دي. وهو من الشخصيات اللي انا بحترمها ودمه خفيف، وكمان بقدم لك الدعوه، لكن مش تدخل الاهلي زي البيل اللي كان بيتكلم من شويه، ولكن تبقى اهلاوي لان انت شايف شخصيتك تمشي معانا. فخلينا نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه. اتفضل. ده على الفيسبوك الاستاذ محمد شبانه، رئيس رابطه نقاد الرياضيين ورئيس تحرير الاهرام الرياضي. احنا بنقول له على المقاله دي الله عليك. الراجل بيقول استقرار الاهلي وضم اللاعبين حسب الاحتياجات وابتعاد الاداره عن الجهاز الفني وثقه جمهوره والتزام لاعبيه واحساسهم بالمسؤوليه وعدم الانشغال بغير العمل السليم، كلها اسباب تؤدي الى النجاح، فاستحقوا الانتصار العريض على النجم الساحلي والتأهل للمباراة النهائية. كلام ده مش كلام على الفيسبوك، ده كلام عظيم من رجل محترم. أنا أحب التعامل ده، لما في أخطاء أحطها في الموضوعية بتاعتها وأحطها في القالب بتاعها، لكن هو شاف من وجهة نظره ده، وهو ده اللي احنا كنا بنقوله. حصل تغيرات كبيرة جدا للأفضل؟ آه طبعا حصل. كان في بعض الاخطاء، وده وارد جدا في علم الاداره، وده اللي احنا كنا بنقول في بعض الاخطاء. لكن استاذ محمد شبانه انا بحييك على الكلام المحترم ده، وكمان عايز اقول لك على حاجه معلومه انا متاكد منها. في عهد محمد شبانه كان ممكن الجريده بتخسر شويه، لكن جاب اعلانات وجاب ارقام، والمجله بقت بتغطي نفسها. بي 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 بيتعب وعمل حاجه كويسه. والله المعلومة دي عندي، يعني من امبارح كنت بتناقش مع حد قلت له شفت شبانه كتب ايه؟ دايما بحب القب الناس الاستاذ محمد شبانه، فقال لي والله ده كمان عمل 1 2 3 4. قلت له والله ده شيء محترم جدا جدا. فقال كلام جميل، وهو ده انا قلت لكم فاكرين، ارجعوا لكل الجملة بنقولها لحضراتكم، عمرنا ما هنكذب عليكم، وعمرنا ما هننافقكم، وعمرنا الكلام اللي قاله استاذ محمد ده احنا ترس النادي الاهلي، جماهير، مجلس اداره، منظومة العمل اللي معاه، جهاز فني، لاعبين. أنا بتكلم على كرة القدم، على التوازي. لما أروح أطور داخل النادي أخلي بالي من اللعبة دي، وكان في ظروف مش هرجع أتكلم فيها، كانت ظروف صعبة استلم فيها، ولكن اللي حصل ده اللي حصل. كان في بعض الأخطاء اللي أنت تتجاوزها، وبعدين اللي كتبه أستاذ محمد شبانة ده اللي أنا أقصده. هقوله تاني، استقرار الاهلي وضم اللاعبين حسب الاحتياجات، ما بروحش اجيب لك 20 30 لعيب وافرغ الانديه، ارجعوا لورا. وابتعاد الاداره عن الجهاز الفني، ده موجود. حسام البدري شخصيه قويه ما بيسمحش لاي مخلوق يتدخل في عمله. وثقه الجمهور في اروع من اللي انتم بتشوفوه، والتزام لاعبيه واحساسهم بالمسؤوليه، لعيبه رجاله بمعنى الكلمه، وعدم الانشغال بغير العمل السليم، ولا بقول لك مش عارف ايه، ولا تحكيم، ولا مش ولا شنطه، ولا الكلام الفارغ اللي انتوا بتسمعوه، كلها اسباب تؤدي الى النجاح، فاستحقوا الانتصار العريض عن النجم الساحلي. انا بشكرك يا استاذ محمد على الكلام المحترم، كلام جميل. ودايما الصندوق الاسود مش لازم يبقى فيه عينات سلبيه، لازم فيه ناس بيبقى فيه ايجابيه بتكتب الامور بمنتهى الموضوعيه، فبالتالي لازم ندي الناس حقها. تحية وتقدير الأستاذ محمد شبانة. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه. بوتريكا قال إيه يرجع المنتخب؟ أنا بقول جاتكم رجعه الدم انتوا وبوتريكا. هذا الارهابي اللي اطلقنا عليه فتره من الفترات امير القلوب قبل ما ينكشف القناع، لو عايزين ترجعوا وتجيبوا ناس فعلا احرف من بوتريكا بقى، جيبوا زيدان وجيبوا عمرو زكي، في لعيبه كتير قوي حلوين ويجوا بالمناسبه. انما بوتريكا ما يعتبش الملاعب تاني،
لأن بوتريكا إيده متعصى دم، وأي مصري حر وشريف وعنده نخوة لا يقبل إن هذا الإرهابي يمثل منتخب مصر. ده يبقى زي بالظبط الكواري أما في اليونسكو، أبو تريكا قاعد هناك بيدعم الكواري، وأي حد بيطلع في قناة في جزيرة الجزيرة الإرهابية يبقى إرهابي، لا يمثل مصر ولا يشرفنا أنه يتكلم باسم مصر. والله أنا مصدوم مش قادر ألف للناس. أنا قلت لكم النوعيات دي أنا بحاربها، وقلت لكم أي الكلام ده هشوفه، مش أنا مش أنا عن نفسي لو حضراتكم بتزهقوا اللي أنا أعمل كده أنا مش هزهق، لأن الحق حق. مكتوب بقى على الفقرة دي السهم راح على كارت أحمر، وراح بيقول لك الإرهاب والكباب، عجبتني الجملة. حضرتك لو بتفكر اللي انت الهجوم على نجم النجوم محمد أبو تريكة بيعمل شعبية، فهو بيعمل شعبية سلبية بتؤدي إلى كره. دي نقطة. النقطة التانية، هو مش كارت أحمر ده، لو في شطب في الفقرة احنا بنشطبك. رقم ثلاثة، ما تكمل بقى يعني، يقول لي فلان يرجع وفلان يرجع والكباب يرجع والبطيخ يرجع واي كلام، ما انت المبدا عندك واضح، لكن جيت عند ابو تريكه هو وجعك. حتى على المستوى الغريب جدا واللي انا هقوله، تخيلوا الصيغه بتاعه الهجوم على ابو تريكه وبيدرس اعلام، بيدرس اعلام، هذا الاعلامي بيدرس اعلام. لما انا بدرس اعلام اللي انا هاجم الناس كده وبالشكل ده وبالاسلوب ده تحت اسم الوطنيه، يبقى ربنا يستر على الناس اللي بيتعلموا كلهم تحت ايديكم. تاني، لو بتدرسوا الاعلام او اللي بيدرس، انا افهم اللي هو بيدرس يعني، او سمعت بتدرس اللي انت لما تيجي تنتقد حد يبقى بالاسلوب ده، يبقى ربنا يستر على الاجيال اللي طالعه. والله دي الحقيقه. انا مستغرب من الكلام، مستغرب من الاسلوب، مستغرب من الهجوم، مستغرب من التواضع في الكلام. انا هحاول انقي الفاظ. اللي ملهوش خير في نجومه ملهوش خير في حد. وانت اخترت جمله بعنايه عشان تسخن الناس، اللي ايده متعصب الدم. طب واللي ايده منافقه؟ فالمنافقون في الدرك الاسفل في النار. طب واللي ايده بتطب الليل ونهار، يبقى بتشوفه في شارع الهرم، مع احترامي لكل اللي في شارع الهرم. طب واللي ايده مش قادر اروح للمستوى ده، يعني مش قادر اروح، بس حرام كتير كتير قوي يا جماعه. الشهره مش كده. واللي انا احاول نغمه، انا عرضت لحضراتكم، انا ما صدقتش نفسي لما شفت الفيديو. انا بجد الكلام صعب جدا. متعصب الدم، متعصب دم الاخلاق والاحترام، متعصب باللي فرح شعب في يوم من الايام، متعصب حب الجماهير، متعصب يا جماعه للمره المليون. كلام متكرر، خليه متكرر. مين حضرتك عشان توزع التهم زيك زي اللي قلنا عليهم قبل كده؟ هو انت حضرتك مين؟ القضاء قضاءنا شامخ وعادل، لما يحصل حاجه هنقول، لو هو اتورط في حاجه هنقول. حضرتك بتلعب دور القضاء ليه؟ مش فاهم انا. اللي يخرج عن القانون يعاقب، قلناها وهنفضل نقولها. ما بيحصلش عندنا غير الكلام ده، ما بيحصلش عندنا غير كده. عيب بقى، عيب بقى. احترام الغير من احترام النفس، احترام الغير من احترام النفس. كفاكوا مزايدات، كفاكوا والله. عندكوا حاجات تناقشوها كتير قوي. والله انا ممكن ادلكوا على الطريق بالمناسبه. في مستشفيات حكوميه كمرتك تقدر تنزل فيها وتتكلم فيها وتعمل حلقات، ويبقى انت بتساعد الدوله. المسؤول هنا في اخطاء، انا بساعدك اهو انت وغيرك. في مدارس مش الدول بتنهض بالتعليم، في مدارس ما فيهاش حمامات،
انزل صور ده وقول مدير المدرسة الفلاني الفلاني في الحتة الفلانية، انزل في الشوارع امشي قول اتصرف على الارض دي عشان تستفلت وعشان تلاقي فيها غلطة تاني بعد ما اتصرف عليها الملايين، تبقى عين الدولة، تبقى عين الدولة. روح اتكلم باسم الغلبان لو حد عنده حاجة، اعمل فقرة يا اخي للغلابة بعلاقاتكو، ما احنا غلابة مالناش علاقات، اعملوا ده، العب دورك الحقيقي. جات تقول لي عمرو زكي ووزدان الاتنين لعيبة محترمين، لكن معلش حب الجمهور عند ابو تريكة حاجة تانية، حاجة تانية، ايوة حاجة تانية، وانت عارف اللي هي حاجة تانية. لكن الموجة فين؟ نط واركب وبتاع، يلا اضرب الموجة. بس ان شاء الله الموجة، بحكم اللي انا من اسكندرية شوية، الموجة لما بتيجي وانت مش شايفها بتقلب وتخليك تخبط يمين وشمال وفوق وتحت وتخرج تلاقي نفسك متعور. فربنا على كل واحد بيظلم الناس، ولكن انا بقول تاني ده رأيي انا الشخصي. اللي انتوا شفتوه ده حد بيركب الموجة وبيوزع الارهاب بقى على ده، ممكن يطلعونا احنا كمان مش عارف ننتمي لايه، لكن مش مشكلة. لكن ده دورنا وده نوعية برنامجنا، بنتكلم في رياضة، انا ما بتكلمش ولا في السياحة ولا سياسة ولا اقتصاد ولا قانون، ما بعملش ده. لكن انا ضد الكلام ده، ضد اللي حضرتك توظف نفسك مكان المؤسسة العظيمة اللي بتقول كلمة الحق القضاء. انت كده منصب نفسك، هاجمت الراجل بدون. طب افرض رجع مصر بكرة، هترجع تقول ايه؟ هتقول له ايه طيب؟ اقول لي هتقول له ايه؟ مش نفترض كل حاجة؟ مش في احد المذيعين قريب الناس كلها عمالة تقول له هو تبع مش عارف مين ومين ويلا كرسي في الكلوب بسمعنا اخبار صعبة. فالمدارس دي صعبة قوي، مدارس التجريح ومدارس الموجة دي ومدارس اللي ما اقولش كلمة الحق ومدارس اللي انا بنصب نفسي وطني اكتر من الشعب. على فكرة في ناس غلابة جدا تحترم رئيس دولتها وما تستضيفها عشان توقعها بتتكلم كلام محترم موزون ومحدش يعرف يوقعها، لكن انتوا اللي بتقعوا في شر اعمالكو توزعوا الوطنية، ما بتلعبوش دوركو الحقيقي المجتمعي، مش مخلين توك شو رئيسي اللي هو تتكلم في كل حاجة وتنهض بالمجتمع في التعليم التعليم التعليم. وللأسف اللي أنا قلته في الأول إن اللي أنا بدرس في الإعلام، بتدرس في الإعلام النقد البناء، النقد المحترم، النقد اللي أنا بالبصة زي ما قلت أوجع اللي قدام، لكن مش بالنقد اللي أهد البيوت، أهد البيوت وعدم احترام كيان كل شخص فينا. ومين اللي فرحك وبيتكرم بره مصر في السعودية وفي الكويت والجزائر والمغرب وبيروح منتخب العالم وهو مبطل بقاله 3 سنين؟ يا راجل بلاها كاس العالم، اقول لكم على حاجة، 28 سنة ما بنوصلش، لكن بلاها كاس العالم عندي انا على الاقل لو انتوا تهدوا في بيوت الناس وفي شخصياتهم وفي احترامهم للجميع. يا اخي روح انت طيب بس اسكت، البس شورت وفنيلا وهنسقف هنحطك في الجهاز الفني، بس اسكت انت وغيرك. تعالوا نشوف عشان الاتهامات ابو تريكة كتب حاجه، ما حدش لما بيبقى في حاجه كويسه بنجيبها عشان نبين لحضراتكم اللي هم مش في البعض دولت ما بيزوروش الكلام ده. دي بقى بره الصندوق من عندنا احنا جبناها. لما حصل محنه لشهدائنا في الشرطه والحدث جلل جلل وحجم الالم صعب علينا كلنا، وقبل مباراه مش قادرين نتكلم موجوعين، محمد ابو تريكه كتب على صفحته: رحم الله من استشهد في سبيل ورفعة الوطن والدفاع عنه وغفر الله لهم واسكنهم فسيح جناته. نعم بعيد عن الوطن، ولكن كل جوارحي ومشاعري لا تفارقه. طب هدي خليك، طب اشتغل بحيادية، هدي بقول على دي، اقول في حاجة كويسة مبادرة جميلة من واحد بمنتهى الاخلاقيات اتكلم على شهداء وطنه، والعب دور الوسيط المحترم. لكن انت لا، جماهيرية شعبية بايده بالدم، ده قتل، ده راح زار مش عارف مين، ده اللي قتله مش عارف مين، ده مش عارف ايه. قلوبنا جحدة،
وبيدرسوا في الاخر في الاعلام لشباب زي الفل، يبنوا في قلوبهم، يعلموهم، ما المعلم ده معلم، يبنوا في قلوبهم الغل والحقد والكراهية، واللي انت تنصب نفسك في مكان مش مكانك. اتمنى تسمع كلامنا وتتعامل معاه، اللي احنا مش بنهاجمك، تتعامل معاه كإنسان وتفكر فيه كإنسان، وتحط نفسك احيانا مكان هقول لك 20% من اللي انت قلته عليه. هل تقبل حضرتك او اي حد اللي حد يقول لهم كده، او اولادك؟ ما هو ما هي الحياة دان تدان، وتعلمنا كده. لكن للأسف انا قلت لكم بيبقى في موجة عالية احيانا تنط من فوقيها، لكن في وقت ممكن تاخدك وتفرمك. وانا واثق احنا في دولة العدل، مش بقول لك دولة الظلم ساعة، لكن احنا في دولة العدل، ومصر بنبنيها بأخلاقياتنا اللي هترجع. يعني هترجع مصر هتتبني بالأخلاقيات وبالتعليم اللي انت ما تعرفوش، وبالتعليم اللي ما بتتكلمش عنه، وبكل حاجة كويسة. الدول بتنهض بالتعليم مش بالتجريح، الدول بتنهض ان تظهر الحقيقة وتتكلم، مش اللي انت تهد بيوت ناس وتتكلم على نجوم عظيمة فرحت الشعب المصري، منهم إرهابي القلوب محمد أبو تريكة. فالكلام اللي انت قلته ده اسمه الإرهاب والكباب. أنا ما عنديش رد أكتر من كده لحضرتك. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده في إيه ونرجع لحضرتك. سنتين هتيجي الانتخابات اذا ربنا ادانا العمر، يعني بسيطه سهله يعني، لكن ما تخلفوش القانون اللي انتوا عملتوه، ما تخلفوش القانون اللي انتوا عملتوه. ما يحدث الحقيقه هو امر يعني غريب وعجيب، ولا يمكن ابدا انه حد يضع قانون وهو من يخالفه. اللجنه الاولمبيه تضع قانون وهي اول من تخالفه بارسال خطاب لاتحاد الكوره، انت 100% وانت صح، انت مخالف. تعبش قلبك معايا، انت مخالف، انت خالفت القانون اللي عايز الناس تمشي عليه. اللي احنا هنا قلنا النادي الاهلي ادخل نادي في افريقيا، وادخل نادي عربي، وادخل نادي في المنطقه، قلنا له لا امشي تابع عن القانون، وما كانش مخالف قوي يعني، وما كانش مخالف قوي يعني، وما كانش مخالف قوي يعني. كلام مهم جدا جدا، ده حق الرد، لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا جدا كمان. وانا فاكرين لما قلت حلفائك باعوك يا حطب، ما حدش كان بيسمعني وما كانش مصدقني. استاذ هشام، ايه رايك النهارده اتقال في الحلقه الوزير على جنب؟ انا مش عايز اعرض اكتر من كده، لكن انا هقف عند جزئيتين. الكلام ده كله ليه؟ برضه هتكلم في كل ده، لكن هتكلم في الجزئيه اللي تهمني، النادي الاهلي. ورسالتي هنا لاعضاء الجمعيه العموميه ولكل جماهير النادي الاهلي وكل اهلاوي في كل مكان. احنا عندنا شرف وبنحبكم وبنحترمكم. ولما بنتكلمكم في اي حاجه بنكلمكم عشان خاطر مصلحه الاهلي. ولا مصلحه مين موجود على كرسي الاهلي ولا مين بيدير كرسي الاهلي. مش مدرستنا. اهو بقول على الشاشه. فمن هنا القصة كلها، اتحاد الكورة ما بقاش في انتخابات. هتكلم بعد ده بعد شوية، فبعد ما بقاش في انتخابات قال لك الوزير لا أنا مش هتكلم عنه، وبقى على جنب ملوش دعوة. حسن مصطفى لا على جنب ملوش دعوة. مين اللي لبس في الحيط؟ هشام حطب. وهو أنا اللي قلت له مش ما بحبش أعيد كلام كتير وما بحبش أقول كلام كتير، بس اللي أنا عايز أقوله أنا نصحتك قبل أي حد وقلت لك الكلام ده، وقلت لك انت اللي هتشيل الليله لوحدك. سمعنا اللي انا كنت بقوله لكم، المناديب بتروح تغير، وسمعنا الكلام ده كله كما موجود، وانا مش هعرضه ماليش دعوه. كل حاجه انت دخلت المفرمه. كمان في الاهرام، مش هقول اسم الصحفي دلوقتي او بكره،
اقرا الاهرام بكره يا نجم. اقرا الاهرام بكره شوف المطحنه اللي انت داخلها. رجعوا انقلب السحر على الساحر. عاده النادي الاهلي والنادي الاهلي كان عنده حق بشهاده اعضاء اللجنه الاولمبيه. قعدته هتسيب دي واخد دي هتسيب دي وساود. لكن المصالح لما تختلف يا نهار ابيض. عملتوا مؤامره على النادي الاهلي وسكتنا وما رضيناش نقول مؤامره. انتوا دلوقتي ابتديتوا تقطعوا في بعض وتفرموا في بعض والوزير على جنب ملهوش دعوه وحسن مصطفى ملهوش دعوه وانت وبتعترفوا ان الاهلي كان صح. اتقال ايه في الكلام؟ عيدها لي تاني لو سمحت. لان ده انتصار للحق. ما خلي بالك لما يحصل اختلافات خلي بالك يظهر الحقيقه زي ما شرطتنا المحترمه بيجيب قضيه فتلاقي بيشبك ده مع ده مع ده تلاقي ده قال على ده وده قال على ده كل بيلبس. ده اللي حصل بالظبط. هشوفها تاني. انا عايز الجمله بتاعت الاهلي. كلامي لاعضاء الجمعيه العموميه والكل اهلاوي اعترض علينا وكان زعلان مننا. اسمعوا اللي كانوا بيهاجموا الاهلي بيقولوا ايه. اتفضل. سنتين هتيجي الانتخابات اذا ربنا ادانا العمر يعني بسيطه سهله يعني. لكن ما تخلفوش القانون اللي انتوا عملتوه. ما تخلفوش القانون اللي انتوا عملتوه. ما يحدث الحقيقه هو امر يعني غريب وعجيب ولا يمكن ابدا انه حد يضع قانون وهو من يخالفه. اللجنه الاولمبيه تضع قانون وهي اول من تخالفه. بارسال خطاب لاتحاد الكوره انت 100% وانت صح. انت مخالف. متعبش قلبك معايا. انت مخالف. انت خالفت القانون اللي عايز الناس تمشي عليه. اللي احنا هنا قلنا النادي الاهلي ادخل نادي في افريقيا وادخل نادي عربي وادخل نادي في المنطقه. قلنا له لا امشي تابع القانون. وما كانش مخالف قوي يعني. وما كانش مخالف قوي يعني. وما كانش مخالف قوي يعني. ما كانش مخالف قوي يعني. ظهر الحق. ظهر الحق. ظهر الحق وشهد شاهد من اهلها عند الاختلاف يظهر الحق. نفس القناه اللي كان بيظهر فيها الوزير وهشام حطب كل يوم باطل 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 والاهرام وغيره وغيره باطل باطل باطل. فاكرين؟ احنا بنخاف على نادينا. لكن مش بنمثل، مش بنمثل. احنا بنخاف، بنخاف بجد. وبنحترمكم وبنخاف منكم وبنخاف منكم. وقبل ما بنخاف منكم بنخاف من ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي هنروح له وهيحاسبنا. وده اللي هيقول الكواليس اللي كانت في النص وهو اللي شاهد ربنا سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب. النفوس فيها ايه والضمائر فيها ايه؟ هو ده. قلنا لكم كتير. هاجمتونا، البعض هاجمنا وتجاوز معانا. لكن قلنا هنكمل. فاكرين لما قلت لكم هنا في البرنامج جمله مهمه جدا؟ لو هنخسر الملايين من الاهلاويه عشان كلمه الحق اخترنا الحق. ايه رايكم الكلام ده اتقال؟ واتقال امتى؟ امبارح. كل ده عشان ايه؟ اتحاد الكوره مش هيبقى فيه انتخابات. الوزير ما دخلش. بقى على جنب. لا مش هنتكلم. الوزير خلاص اداهم القانون. حسن مصطفى اللجنه الثلاثيه لا 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 ملوش دعوه. ده بقى اللجنه الاولمبيه بعتت جواب قالت لهم اللي هو انتم موافقين اوضاعكم والدنيا زي الفل. لما حصل تضارب في المظاهر في انا اسف في المصالح حق الاهلي ظهر. تضارب في المصالح تاني حق الاهلي ظهر. هو دي الحقيقه. اقول لكم على حاجه. لكن اوعوا المره دي تغضبوا، المره دي ارفعوا راسكم. مجلس اداره النادي الاهلي على حق. وال 15,000 اللي راحوا على اللي شككوا فيهم وقال لك بيقبضوا وبياخدوا فاين فوز مناديل ولا مش عارف ايه، يا راجل كفايه بقى. وكرسي وشمسيه دايما بذكركم بالجمله دي. انا بتكلم لسنتين كعضو. مين ده اللي هيديني كرسي ولا شمسيه ولا مين اقبل؟ احنا شبعانين قوي. الكلام ده مش انتخابات، انا قلت لكم ما عنديش انتخابات. انا بتكلم على لائحه الاهلي اللي حرمتونا منها وتامرتوا عليها. اللي حرمتونا منها وتأمرتوا عليها عشان خاطر الكراسي والمناصب والانتخابات ومش عارفوا ايه وايه وايه. معايا خطاب
او بيان طلعه اللجنه الاولمبيه اللي على اتحاد كره القدم. انا هقرا الحته بتاعه بس اللي هو الناس زي الفل ومش عارف خريطه الطريق والدنيا زي الفل وتعليق كافه الانتخابات للهيئات الرياضيه لحين صدور قانون الرياضه الاتحاد المصري لكره القدم لائحه خاصه معتمده من جمعياته العموميه ومن الاتحاد الدولي. ثانيا جميع الانتخابات الهيئات الرياضيه مش عارف ايه وتاجيلها وتعليقها ومش عارف الحته بقى الاخيره الحلوه. ومما سبق نرى الاتحاد المصري لكره القدم قام بالفعل بتوفيق اوضاعه وسمح له باجراء انتخابات للدوره 2016-2020 ومده مجلس الاداره 4 سنوات ولهذا فان ما تم عمله حيال توفيق الاوضاع للاتحاد المصري لكره القدم مطابق تماما لما جاء في قانون الرياضه 71 لسنه 2017. وسلم لي بقى على اتحاد الكوره. وبذلك لا ينطبق عليه النص الخاص باعاده تشكيل مجلس ادارته. ده هاني ابو رضا ده معلم. انت رحت في حته سد الراجل الاتحاد الدولي معلم. معلم هو ومجلس ادارته. الاتحاد هيروح ويستحق هو اللي يروح كاس العالم. وما فيش حاجه اسمها بالتزكيه. في حاجه اسمها الراجل جه منتخب. ويعمل زي ما اتقال على الكرسيين الخاليين يتعمل عليهم انتخابات. معلم. معلم. جدع. بيدير. بالمناسبه بكره ما يبقى في اخطاء على المهندس هاني ابو رضا هنقول هتروحوا انتوا بقى بص كان بيقول ايه ويعمل الجو الرخيص ده مش احنا الناس عارفه اللي احنا ايه خط واحد. فمن هنا معلم هاني ابو رضا معلم معلم عجبني. اضرب اضرب وزير يعمل مداخله مش عارف تعمل اجتماعات وهتيجي وهتنزل وهتطلع وتمشي وفوق وفي الاخر بيو الطلقه اللي احنا نعرفها دي اجمل ما في الموضوع. وكمان ايه الناس توصل كاس عالم وتلاقي ناس تانية عايزه تسافر. الله هو ينفع كده؟ ده الناس بناخدها ده احنا اتعلمنا الاصول الناس تبقى تتعب وما تاخدهاش لحم وترميها عاد. معلم عجبني والله عجبني. بس اكتر حاجه بقى عجبتني اكتر الجمله اللي اتقالت الاهلي يعني ما كانش مخالف قوي. ده نفس البرنامج كان بيتقال مخالف مخالف تلعبوا ضد الدولة. باطل 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 انتوا بتتحدوا الدولة. اسمع يا دولة عشان تعرفوا البرامج اللي تثقوا فيها. شوفوا مين بيتكلم في الحق وشوفوا المسؤولين بيعملوا ايه يا دولة. الله العظيم. وانا قلت لكم المصالح تتصالح دي جملة بتتقال لكن لما تختلف المصالح فضايح. والحق لازم يظهر. واحنا قلنا من اول بالصدفه وكان معانا هنا حماده المصري وقال اتخضيت قال لك اللي بيعمله الاهلي صح يروح والباقي لقينا 4-5 يروحوا مسقطينهم في الانتخابات وقلنا الكلام ده الناس سقطت سقطوا سامح مباشر اللي ابنه شهيد الوطن يا اخي ده اداها له تكريم اداها له بانتخابات نزيهه مش نغير المندوبين يعني ما فيش الكلام ده ويختم معانا خالد زين ويروح يقول لك الكلام ده ده احنا عملناه مع الزمالك من 3 سنين من 20 سنة عملناه على 3 أيام الانتخابات وعادي جدا يقول لك ايه الميثاق الاولمبي بيقول ان اللجنة الاولمبية ملاش علاقة بانتخابات الاندية واللوائح ده ضد اللوائح الاهلي لو بعت خلاص كسبان كسبان لكن عجبني الجملة اللي اتقالت ما كانش مخالف قوي الله ده ناديكوا اللي اتربيتوا فيه وكبر اساميكوا اللي خيره علينا. نصيحة أنا ما أعرفش مين بقى اللي المنوط بيها يعملها سواء المهندس هاني أبو ريدة ولا الوزير اللي ما دخلش بعد الكلام ده وقال لك مالناش دعوة بالوزير وبعد كده قال لك سيادة الوزير هو ملهوش دعوة. في ربنا علام الغيوب زي ما بقول كل حاجة متشافة ومعروفة والناس عارفة. هعمل ربط سريع بقصة انتخابات الاهلي بس عايز اقول حاجة اخيرة حضراتكم شفتوا الكلام مش انا اللي قلته وحضراتكم شفتوا لقناة النادي اشتغلت بما يرضي الله عشان مصلحة ناديها ولناديها اتأكدنا من الموقف بره مجلس الادارة سألنا مستشار واثنين وثلاثة واجتهدنا وسألنا اهل القانون مفيش واحد اعترض قال ده صح ده صح ده صح
ابتدوا يلعبوا لعبة تانية لما لقوا الموضوع قانونيا، قال لك بيفرقوا ولاد النادي جزيرة، بعد كده جاء قال لك بلها بقى شهور طويلة دول اسكالوب ودول كرسي وشمسية مش ده الأهلي، جردتوه من ملابسه وجردتوه من تاريخه. اسمع، لو هو مختارك وهيلعب كاس افريقيا ويحققه انا عايزه يختارك للعمر كله كاهلاوي، وهتسمعوا حاجات خطيره بعد شويه مش مشكله، لكن لو الاهلي هيفضل في المكانه دي ويقاتل على حقوقه وهو ده صالح سليم اللي انا يعني اتشرف اللي انا حضرت سنتين في ثلاث فيهم ثلاث اربع اجتماعات سمعت كلام كنت بتخض، تاخد موقف تحارب عليه كل الأهلوية يساندوك، ما ده نفس الموقف، بحارب على حق، اتكشف وبان كل حاجة لحضراتكم، بس حطب كنت تعمل مداخلات في البرنامج ده كتير، اشرب من الكاس اللي انت عملته مع النادي الأهلي، الكل هيتخلي عنك لأن انت رحت لاتحاد الكورة والاتحاد الكورة زي ما انت قلت وفق أوضاعه، ومفيش حاجة اسمها انتخابات في اتحاد الكورة، انتصر هاني أبو ريدة بعلاقاته وبالحق اللي هو يكمل ويقعد، ده الحق ده الحق، لكن نشغل ونسخر برامجنا اللي احنا نهاجم الناس ده غير مقبول بالمره، بعد ثورتين وبعد حريه استغل الحريه واستغل البرامج لمصلحه مصر ورياضه في مصر مش مصلحه مصالح شخصيه. الحاجه اللي عايز اقولها اخيره، المنوط بيها الوزير يعملها، المنوط بيها اللجنه الاولمبيه تعملها، المنوط بيها اتحاد الكوره يعملها. لما حضرتك ابقى على الكرسي ده بشتغل اعلامي وفي انتخابات وانا اعلامي بستضيف الجمعيه العموميه كلها واحقق لها رغباتها وتعالى لي وشرفني واستضيف كل يوم 60 واحد من الجمعيه العموميه، عندي اوبشن مش عند حد تاني، ده العدل، هو ده تضارب المصالح بعينه. بلاش فكره كل حد يشتغل 800 حاجه، لو انتوا عايزين عداله اجتماعيه حقيقيه اللي بيشتغل خمس ست سبع ثمان تسع عشر حاجات يشتغل حاجتين حلوين، وسيب الخمسه اللي باقيين لزمايلك وحبايبك واصحابك، فمن هنا في كل المجالات مش هتلاقي فيه بطاله، وهو ده فكره كمان بسيطه بنقدمها لكم هديه. مين صاحب القرار اللي بيبقى شغال في الاعلام وعايز ادخل انتخابات؟ اكيد انا شادي لو دخلت هستفيد ان انا استضيف الناس كلها وادعمل لها مداخلات وابقى جنبكم، وعايزين اي حاجه ابقى زي الفل. ده ما ينفعش لا يصح الا الصحيح، لكن عجبني حاجتين. الاهلي ما كانش بيعمل حاجه غلط يعني، وهاني ابو ريده معلم. نروح نشوف الصندوق اللي بعد كده فيه. وجاوب على الهواء حضرتك يا استاذ. بجاوب على الهواء. تتمنى الاهلي يغلب النجم ويصعد ياخد البطوله ولا الخطيب ينجح في الانتخابات؟ حلو، يعني ليا امنيه واحده. ليك اجابه، ليك اجابه واحده. الخطيب ينجح في الانتخابات لو هي ليا امنيه واحده. انا على مسافه واحده. انا على مسافه واحده. انتوا ده اصل عمرو فكره والفكره لا تموت بجد، والله والله بكلمكم بجد، انا ما كنتش حابب ان انا اعلق على الكلام ده. مين اهلاوي على وجه الارض؟ انا اقسم بالله بحترم كل اللي نازلين وربنا يوفقهم كلهم، وربنا يولي من يصلح ويقود سفينه النادي الاهلي، وكلهم يستحقوا يقودوا سفينه النادي الاهلي كل اللي تقدموا. انا ما بتكلمش على دي، انا بتكلم على الفكره. في حد يتمنى اهلاوي يتمنى الاهلي يخسر بجد؟ في حد اهلاوي كده؟ انا بسالكم اهو على الشاشه قدام، كلموني، نفسي اسمع اصوات الناس كلها، ابعتوا لي. في حد اهلاوي يتمنى الاهلي في قبل النهائي عنده مباراه مهمه هيروح الاستاد بتفكير مين ينجح في الانتخابات يتمنى الاهلي يخسر ويقول كمذيع اللي اتمنى الاهلي يخسر؟ معقوله؟ انتوا بتتكلموا على الاهلي ليه؟ تعرفوا ايه عن النادي الاهلي؟ هي دي
مبادئ الاهلي اللي عايز ترجعها حضرتك، هي دي مبادئه اللي انت عايز ترجعها؟ يا راجل ما هو في حاجتين، ما تزعلوش مني هبقى قاسي شويتين، لان في افوره مع الراجل ده كتير جدا بصراحه، مره واثنين وثلاثه واربعه، واحيانا بعد صبر كتير بيبقى لازم. لكن لما تقول الاهلي يخسر عشان انتخابات، مين يتحمل ده؟ في حد اهلاوي يقول كده يا جماعه؟ في مين بجد؟ ما ينفعش تتقال. الناس دي بتصدر لنا في الاعلام حاجات غريبه. ما هو في بوسطجي شاطر بيروح عارف مكان البيت وبيسيب لك في المكان في المربع بتاعك يطلع لك في الميعاد، وفي بوسطجي بيضيع وقت يطلع لك لغايه باب الشقه يخبط يروح جاي قايل لك صباح الخير كل سنه وانت طيب. فتروح في اي مكان ماشي في الشارع تلاقي حد بيخبط على الازاز يقول لك كل سنه وانت طيب برضه. عارفين الفكره دي اللي احنا نفسنا تنتهي مجتمعنا؟ فمن هنا هو صعب الواحد شافه اللي حد يتمنى الاهلي. طب لما الاهلي كسب الحمد لله نتيجه كبيره وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى والاهلي وجماهيره ولاعيبته وجهازه الفني، تتمنى ايه برضه؟ الاهلي يخسر تاني؟ لو اتسالت تاني الاهلي يخسر تاني؟ يلا افتح التليفونات المضروبه اللي نصها من طنطا واقول لك الاسماء كلها بالاسم في 20 30 حلقه. قلت لكم الملفات معانا كبيره وحافظين بالاسم، اقول لكم بالاسم مين الاسماء اللي بتدخل. صدقوني لان لما بيتفتح مداخلات محترمه والناس تفتح عادي، الناس دي بتتعاقب عقاب شديد والله العظيم. مره تانية مين يتمنى ان النادي الاهلي يخسر عشان انتخابات؟ النجوم بتوعنا والرموز بريئه منكم، بريئه منكم صدقني والله، نجومنا ورموزنا بريئه منكم. انتوا بتحبوا تتمسحوا، عشتوا كده كتير، بتحبوا تتلزقوا. عملت كده مع المهندس محمود طاهر بس مش عايز ادخل في تفاصيل دلوقتي لان في فيديو عند فندق البارون لو سمعتك بتتكلم على شادي محمد او النادي الاهلي. بلاش شادي، انا اسف اللي بدخل نفسي في الموضوع، انا هنا بتكلم على الاهلي. انت تعلم تماما ايه اللي حصل عند فندق البارون وهيبقى في عقاب شديد جدا وهضطر الحاجات دي تطلع على الهواء بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه. مش هقول في مصر الجديده بعد احد الفنادق، انا اسف كمان مره تانية قلت اسم الفندق، في احد الفنادق التانيه كنت بتطلع لمين في المكتب وتتكلم معاه وانت احسن رئيس ومساندين وداعمين. لكن هنا نفس الفكره، تحس كل اللي بيدخل المكان ده اسطمبه واحده والله بجد بجد. اتبعوا كده وشوفوا، انا قال لك حياديه وعلى مسافه واحده عدها 17 18 مره وفي الاخر يقول لك الاهلي يخسر. هي دي الحياديه؟ هي دي الشفافيه؟ مش عارف انتوا يعني متفاهمين معايا اللي اتقال؟ انتوا الحكم يا جماهير الاهلي، انت بتتمنى للاهلي يخسر عشان خاطر انتخابات بطوله افريقيا؟ الناس دي صعب قوي، الناس دي التعامل معاها صعب، الناس دي الكلام معاها صعب، الناس دي النقاش معاها صعب. بنصبر وقت طويل لكن بيجي وقت لازم نقول لهم انتوا بتتكلموا كلام ويقول لك الاهلي البيبي، يقول لك الاهلي راجع. هو الاهلي كده راجع؟ هي دي المبادئ والقيم انتوا جردتوا في السنه الاخيره على الاقل؟ انتوا حاولتوا تجردوا الاهلي من ملامحه وشكله وريحته وطعمه ولونه وروحه وجماله وحلاوته؟ بس مش هتعرفوا. عارفين ليه؟ جماهير الاهلي رجعت المدرج وبتحب ناديها قوي وما بتسمحش بالكلام ده ابدا. عمرو ده فكره والفكره لا تموت. وايضا هقول لك جمله جميله هي جات لي برضو دلوقتي، خلي جيبك حديد. نروح نشوف الفيديو اللي بعد كده. طبعا ده كاريكاتير للاستاذ اعتقد عشان بدي الناس حقها، محمد عبد اللطيف. على فكره الاستاذ عمرو سليم اخيرا كتب سمع كلامنا وانا بحبه والله مش بزعل منه، بس احنا يبقى في مداعبه وفي احترام متبادل، نختلف لكن بنحترم بعض.
لكن الحمد لله كسبنا النجم الساحلي وحاطط على هيئه فيه شيطان، وبعد ما كسبنا مسك الراجل بيقول نرجعه لنادي سموحه. الراجل ده مبدع جميل عجبني. فلا بس انا ليا تعليق، الاهلي بيكسب بجهد وبعرق وبتخطيط وبشرف لعبته بجمهوره المحترم. ولا عندنا عفاريت ولا عندنا جامايكا ولا عندنا شيوخ ولا عندنا الكلام ده، احنا عندنا رجوله جوه الملعب واحترام ومبادئ وقيم حقيقيه. دايما لما حد يكلمك في مبادئ تعرف اللي هو متضايق من الكلمه دي، فاحنا عندنا الكلام ده كله. عشان كده بشكر اعتقد الاسم محمد عبد اللطيف اللي عامل الكاريكاتير الجميل دوت، وحاول فيها افيه جميل، واحنا دايما مع كل الناس. ده كان اخر حاجه معانا في الصندوق، لكن قبل ما اروح للمحترم الكابتن ابراهيم عبد الصمد هقول حاجه اخيره. هذا او هذه القناه مش هخص برامج، مش عايز حد يتاثر بالكلام اللي بيتقال، لان هتلاقوا مفيش حياديه. انا عارف انا بقول ايه كويس وعارف الكواليس، وخليكم فاكرين كلامي. انا هبقى ضد ده طول الوقت وضد اي حد يتجاوز في اي اسم في المجموعه اللي نازله كلها. اي حد هيتجاوز اي حد، كلهم ولاد النادي، ده راينا، وكلهم محترمين وكلهم بيعشقوا النادي الاهلي وكلهم بيحبوا النادي الاهلي وكلهم جايين يخدموا. لكن هنقف للي هيجرح في حد ويقلل من حد او يتجاوز في حق حد ضد حد. هو ده الاصول اللي احنا نعرفه، وهي دي الحياديه، وهي دي المسافه الواحده اللي البعض مش عارفها. لكن انا بقول لكم ما تصدقوش كل حاجه هتتقال، لان هيبقى في تخبيط وهيبقى في ده وحش وده حلو وده انتفع وده استفاد وده وده وده، واحنا ضد الكلام ده. كل ولاد النادي الاهلي محترمين. نطلع دلوقتي فاصل سريع وبعدها نستقبل واحد من نجوم الاهلي المحترمين. عايزين نسمعه وعايزين نشوفه، ودايما بنحاول كل نجوم النادي الاهلي يبقوا معانا. كابتن المحترم الكابتن ابراهيم عبد الصمد اللي انا كمان هو وحشني على المستوى الشخصي وبعتذر له على الهوا على التاخير. نروح فاصل سريع ونستقبل الكابتن ابراهيم عبد الصمد. ودلوقتي فقرة الضيف مع واحد من رموز النادي الاهلي والكبير داخل النادي الاهلي والكبير طبعا بيبقى ليه احترامه، كابتن ابراهيم عبد الصمد. وحشني جدا ومبسوط دايما لما تبقى موجود معايا، لان انت خلي بالك لو بنقدم الصندوق الاسود فانت عندك كميه معلومات وحاجات وتاريخ كبيره جدا يا كابتن ابراهيم. اهلا وسهلا بيك، انت مسهرني النهارده خلي بالك، انا لو ما بحبكش انا حبيبك حبيبي عشان كده جيت لك متاخر. اهلا وسهلا بيك، ويعني دايما كده برامجك في تقدم ان شاء الله حاجه جميله. الاول بس بنبلغ تعزينا للشعب المصري، وربنا يلهم اهالي الشهداء الصبر والسلوان، و كنا نتمنى الموضوع يبقى غير كده، انما ان شاء الله باذن الله الجيش والشرطه ان شاء الله
والجمهور والوطن كله والرئيس ان شاء الله باذن الله نتخلص من مجموعه التكفيرين اللي موجودين بينا ومش عايزين يخلونا نعيش في هناء وسعاده يعني. يا رب اضم صوتي لصوت حضرتك والعزاء لكل اسر شهدائنا، شهدائنا كمان في الشرطه. ما هو انا قلت جمله، هم بيموتوا عشان احنا نعيش والحياه تستمر. والجميل اللي هم كمان يا كابتن ابراهيم مش ما فيش الياس، ما مش موجود، بيكمل وتلاقي زمايلهم بيكملوا. ربنا يا رب يغفر لهم ويرحمهم ويجعل مثواهم الجنه. كابتن ابراهيم خلينا نتكلم في البدايه مع حضرتك، اكيد شفت مباراه النادي الاهلي، اكيد شفت جمهور النادي الاهلي، نتيجه كبيره غير متوقعه، تقولي على المباراه دي. اولا تحيه اولا للجمهور، حاجه تفرح الحقيقه، يعني تخلي اي حد ينزل يموت نفسه. ويعني بأتمنى ان الامن طبعا احنا معاه ومع المحاذير الكتيره اللي هم بياخدوها، انما نتمنى ان هو يسمح بعوده الجماهير تاني للملاعب، لان بدون الجماهير كان احنا يعني بنلعب في مسرح فاضي يعني، فزي ممثلين بيمثلوا ما فيش جمهور بيتفرج عليهم. فكل ما يكون في جمهور اللعيبه بتبدع متعه والاثاره وبتطلع احسن ما عندها، بعكس لما ما يكونش في جمهور بيلعبوا كل حاجه بيجيدوا، انما مش بنفس الكفاءه لما بيكون في جمهور. فمبدئيا تحيه لجمهورنا وتحيه للامن ان هو سمح بالعدد ده انه يدخل، ونتمنى ان العدد يزيد في ماتش الوداد ان شاء الله. ان شاء الله. تحيه للجهاز الفني اللي عنده مجموعه من المشاكل قبل الماتش، مجموعه اصابات لمجموعه من الاساسيين في الماتش، ومعلش انا مش عايز اقول اساسيين واحتياطي، المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي كلهم على نفس القدر من الكفاءه وكلهم مستعدين في اي وقت ينزلوا، والدليل ان ما حسيناش بفوق برغم يعني جماهيريه الناس ونجوميه الناس اللي عندهم اصابات موجودين وعندهم ايقافات زي احمد فتحي وعناصر مؤثره، انما المجموعه اللي نزلت حسستنا ان احنا جامدين قوي، وان احنا ما فيش فرق بين اللي قاعدين على الدكه وبين الناس اللي بتلعب اساسيه. فعشان كده انا بقول ما فيش فرق بين الاساسي والاحتياطي في النادي الاهلي، كلهم جنود مستعدين ينزلوا في اي وقت ان شاء الله باذن الله يجيبوا نتائج كويسه للنادي. تحيه للجهاز الفني الحقيقه اللي ابدع وعمل تشكيله اكثر من رائعه، خلتنا كلنا من اول دقيقه مبسوطين، مع ان كلنا كنا حاطين ايدنا على قلبنا، انا واحد منهم يعني، ما كنتش متوقع اولا النتيجه الكبيره دي قوي، واتمنى عمال اقول 1-0 يا رب، بس 1-0 بس ندخل. انما الحقيقه امتعونا واسعدونا واسعدوا الشعب المصري كله. تحيه لمجلس الاداره الحقيقه اللي واقف جنب الفرقه في كل وقت وبيلبي لهم كل مطالباتهم. مجموعه متكامله من اسباب النجاح تخلي اي فرقه ادام مجلس اداره واقف قدام الجهاز مع الجهاز وواقف بيلبي له كل طلباته. فالحقيقه تحيه لكل الناس اللي واقفين وكل هذا النجاح يعني. كابتن فرحه كبيره جدا بالمباراه، قلت في البدايه ده فوز تاريخي في قبل النهائي على فريق كبير بحجم فريق النجم، لكن لازم نرجع للقواعد من تاني، ما خدناش البطوله. لا ما احنا برضو كويس ان انت جبت، انا كنت بس بقول تحيه للمجموعه اللي عملت النجاح ده. النهائي لسه الاسبوع الجاي وعلى شوطين، شوط عندنا وشوط عند الوداد في المغرب. اتمنى ان الفرحه خلصت خلاص ونقفل على الماتش النجم ونبتدي نفكر في ماتش الوداد، ده بقى هو ده اللي هيوصلنا ان شاء الله باذن الله لنهائي افريقي، ان احنا نكسب نهائي افريقيا. فنتمنى ان خلاص ندخل الجد من جديد وندخل التركيز من اول وجديد. نتمنى ان الجمهور يبقى برضه واقف مع الفرقه ومجلس الاداره واقف مع الفرقه. احنا لسه ما حققناش حاجه، احنا
عدينا خطوة أكثر من ممتازة لبلوغ النهائي. نفكر بقى في النهائي ونبتدي نركز في الماتش اللي جاي. الجمهور لازم يقف ورا اللعيبه زي ما وقف معاهم الماتش الاولاني، ولازم يبقى التواجد بنفس الجماهيريه وبنفس انهم واقفين ورا اللعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه. كابتن ابراهيم، الهدف اللي جه بدري بلغه الكوره، خلي بالك فيه لما تقعد تفكر فيها كده، في البعض فكر فيها يقول لك الهدف البدري ده بيبقى مقلق ويخليك. لا بالعكس، انت فكرت نفس التفكير البعض؟ لا 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 بالعكس خالص، ده فتح الماتش. هم جايين يقفلوا، يقفلوا في نص ملعبهم بحيث يبقى صعب علينا ان احنا نقدر نخترق الصفوف. انما الهدف اللي جه بدري من اول دقيقه بتاع علي معلول ده فتح الماتش، زائد فتح شهيه لعيبه النادي الاهلي انهم يغطوا الجون. وكمان عدم الثقة في الفرقة الثانية بقت الخطوط مفككة، مش متوقعين اللي حصل، ومش متوقعين الأهداف الكثيرة اللي بتدخل، ومش متوقعين الإجادة. احنا بنضغط عليهم من أول ثانية الحقيقة. مفيش حد ما بذلش. نسيت أقول تحية للمخطط الأحمال. الحقيقة برافو عليك يا كابتن، انت بتدي له حقه بصراحة. مخطط الأحمال يعني الحقيقة الفرقة واقفة على رجلها. كمية سبرنتات من الفرقة كلها، كمية سبرنتات وسرعات من أول دقيقة لآخر دقيقة، وده السبب يمكن اللي خلى البعض يحس مثلا بالشد في العضلة الضمة، بالشد في الخلفية، لأن مجهود خارق فوق العادة من جميع اللعيب. كابتن إبراهيم، حضرتك نجم كبير وعارف، ونجم كورة كبير وعارف، إن مفيش فرقة في العالم تقدر تضغط ال 90 دقيقة. في الأول جماهير بصراحة، وده دورها اللي حضرتك قلت عليه، عملت ارتباك فرقة النجم. لعيبة النجم كانت مخضوضة جدا وباينة جدا، لعيب زميله جنبه يروح حامل الكرة في الأوت فالأهلي استغل ده، ابتدى يضغط بمنتهى القوة وقت طويل، مش 10 دقايق، ودي مش أي فرقة تعمل كده. لا ومفيش اكتفاء. مفيش اكتفاء بالأهداف. الحقيقة كان برضه توفيق غير عادي، اولا في التمركز، نتكلم في الحاجات الفنيه شويه، الاوفرات العكسيه اللي من الجناب كلها فيها دقه، يعني دايما يعني اغلب اللعيبه بيحطوها في المكان وخلاص، انما كل الاوفرات فيها دقه، زائد التمركز الجيد من ازارو في الحاجات، بيقف على البعيده بحيث يبقى راكب اللعبه. لو جت على البعيده يبقى هو قادر يعملها، لو جت على القريبه يقدر يتحرك لها ثلاث اربع خطوات. ففي كميه انا معاك. لو كمان عشان ندي له حقه ونسينا للامانه، انا بعتذر له، محمد هاني عمل مباراه ما شاء الله، الله اكبر، مباراه رائعه دفاعيا وهجوميا، بيطلع بحساب امتى بيدافع، امتى السبرنت بيعمله. انا حسيت اللي حصل تطوير في مستواه، وده يعود للكابتن حسام البدري. طبعا كون انه يدفع بيه وانه يديله الثقه. والحقيقه الولد من بدري قوي احنا متابعينه مع قطاع الناشئين. كنت انا بنقي منتخبات مصر كده للاتحاد، من اوائل الناس اللي كنا بنحطهم. ودايما يعني دايما كنت بكلمه وبقول له المستقبل ليك يا هاني، المستقبل ليك يا هاني. حتى لما يعني كان بيطلع في المدرب كان بيريحه، اجيبه على جنب كده اقول له هاني المستقبل ليك، خلي بالك. فالولد حتى ثباته الانفعالي وثباته النفسي في ماتشات مهمه زي دي مهمه، ولا بيصار ولا حاجه، ولا بيعترض، ولا بيرفع ايده، وروح كبيره. اللي عايزه تطلع، اللي عايزه تتبسط، اللي عايزه اوفر بيعملها. يعني الحقيقه مستوى متميز، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله دوام التوفيق. يعني كابتن، نقفل صفحه النجم الساحلي، خلاص مباراه تاريخيه زي ما احنا قلنا، اللي فرح، اللعيبه فرحت، الجهاز الفني فرح، الجماهير فرحت، بنشحن البطاريات من تاني للنهائي. طبعا نبتدي البطاريات تتشحن من دلوقتي على الوداد. احنا الماتش الاولاني عندنا ده بيحملنا مسؤوليات كتيره جدا، لان انت المفروض ان انت تبتدي زي ما ابتديت الماتش بتاع النجم. يعني لازم الضغط من بدري، ولازم التحصيل في نص ملعبهم. انا بقرا دلوقتي الصحف بتاعتهم بيقول لك لازم كاتبين يا كابتن كاتبين لازم تلعبوا 10 مدافعين.
قدام النادي الاهلي في ملعبهم لانه ما لهمش حل في ملعبهم. يعني احنا نتوقع انهم هيعملوا طبعا تمركز كتير في 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 الخط الخلفي، وبالتالي لازم يبقى زي ما ابتدينا ماتش النجم لازم نضغط عليهم في نص ملعبهم من بدايه المباراه. وما نستعجلش، يعني مش عايز استعجال من اللعيبه. ضغط ويبقى فيه يعني ثبات انفعالي ان احنا عايزين نجيب جون بدري وكل حاجه، انما من غير استعجال، لان الاستعجال بيخلي في مس باس، في نرفزه من اللعيبه. فاتمنى ان الثبات الانفعالي يبقى موجود، ودي طبعا موجوده عند الجهاز الفني وبيقدر يوصلها للعيبه بقدر كافي. يعني كابتن ابراهيم، صعوبه الماتش الوداد في ايه؟ يعني بخبره حضرتك ال كل خوفي خلاص يا جماعه، احنا مش عايزين بقى ماتش النجم كده خلاص يا جماعه. واتمنى اكون غلطان، يعني اتمنى اكون غلطان في اللي انا بقوله، يعني اتمنى ان المكسب بتاع النجم اللعيبه تنساه. ده لازم 100%. اللعيبه تنساه وتنسى خالص احنا ما حققناش حاجه. اللي ده كان خطوه ان احنا نوصل للنهائي. لما نوصل للنهائي بقى يبقى موضوع تاني خالص، وننسى موضوع النجم ده. اتمنى اللعيبه تكون نسيته دلوقتي، ودي ده واجب الجهاز الفني، وانا متاكد ان الجهاز الفني ومدير الكوره هيوصلوه للعيبه بقدر كافي، يعني انهم عندهم الاحساس ده. لان انا برضو شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ في برنامج في التلفزيون جاي في لقطه مع حد من قناه الاهلي بيتكلم في النقطه دي بالذات. يعني بيتكلم في النقطه اللي انا بقولها دي. نقفل ماتش احنا ما حققناش، ونفتح صفحه الوداد، لان هو ده النهائي بقى. فاتمنى يبقى الموضوع كده، ونواصل للعيبه كويس قوي، وانه زي ما بقول يبقى التركيز من بدايه المباراه، ان احنا ان شاء الله باذن الله زي ما حققنا مع النجم من بدري كده نقدر نجيب جون، بحيث نقدر نربك خطوطهم ونقدر نكسب باكثر من جون يريحنا في ماتش العوده هناك ان شاء الله. انا مع المدرسه اللي حضرتك بتقولها، ودي هي دي الاحترافيه بعينها، اللي انت لازم تقفل على فرقتك، تنسى بقى مباراه النجم دي خالص، مباراه للتاريخ خلاص بقت ذكرى. التخوف من فريق الوداد، احنا عارفين نقاط القوه والضعف عندنا وقوه جمهورنا، عارفين النقاط كتير، عندنا نقاط كتير وعندنا ثقه في انفسنا، لكن اللي انا عايز اعرفه من حضرتك ايه اللي احنا نخاف منه من مباراه الوداد؟ اولا عشان هو اول ماتش عندنا، الشمال الافريقي متعود ان احنا الثبات الانفعالي بتاعنا بيبقى ضعيف شويه، فبيبتدوا ينرفزوا اللعيبه، يعني واحد يقع بدون لازمه، الجون يتلكئ في انه يلعب ضربه المرمى، دايما يحتاجوا على الحكم ويوقفوا اللعبه فترات طويله، واحد يعمل انه مصاب ويقعد يقع، واحنا طبعا يلعبك من الماتش 25 يطلعك من التركيز اولا، ويفقد لك اعصابك. انت عايز تجيب جون، وخاصه لو ما جبناش جون بدري، يعني هتخليهم يزودوا في القصه دي. فهي ده هو ده اللي قلق الواحد، بس يعني لو ربنا كرمنا بدري مش هي يبتدوا يعملوا الافعال بتاع شمال افريقيا مع الكرات يعني الثابته. دايما الشمال الافريقي الفرق كلها اللي بنلعبها الكرات الثابته عندها بيبقوا متميزين فيها، ونعمل حسابنا بشكل كويس. الحقيقه احنا بقى عندنا خبرات كويسه الحقيقه، يعني لعبنا في افريقيا كتير، يعني اغلب حتى المنتخب من لعيبه النادي الاهلي، فمتهيألي الخبرات دي بقت موجوده، ما بينسقوش ورا الحاجات الصغيره اللي بيعملها شمال افريقيا. يعني ما بقاش في نرفزه زي الاول، ما بقاش في تلاحم، ما بقاش في مثلا زق، يعني الخبرات بقت موجوده، بحيث هنقدر باذن الله نتغلب على الحاجات اللي هم بيعملوها، بحيث بيسرونا يعني ويطلعونا من جو المباراه. ان شاء الله بيبقى الثبات الانفعالي موجود، وده طبعا زي ما قلت ده 100% الجهاز بيزود الحته ديت، واللعيبه عندها الخبرات، فمتهيألي ان شاء الله باذن الله، يعني بعد الجو اللي احنا عملناه والنتيجه الحلوه اللي عملناها، اللعيبه دي مش هتسيب الفرصه دي تضيع من ايديها، ان احنا ان شاء الله نكسب افريقيا ونلعب في بطوله العالم ان شاء الله في الامارات باذن الله. الفرصه دي مش اللعيبه مش هتسيبها، لان احنا
متعودين في النادي ويمكن انا برضو مريت بالظروف دي وانا بلعب. الحاجات دي بتبقى نبع من اللعيبه بقى، يعني اللعيبه بنقعد مع بعض جوه الاوضه بدون الاجهزه وبنحفز بعض، والجانب اليمين بيقعد مع بعض طب انا لو جيت كده اعمل كده، طب انت لو جيت كده طبعا، يعني بيبقى في المجاميع اللي جوه الفرقه بتتكلم مع بعض بطريقه غير طبيعيه. النادي الاهلي متعود على المكسب بصراحه ابو الكباتن، ما بنسيبش الفرصه دي تضيع من ايدينا، وانا متاكد ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده دي ان شاء الله مش هيسيبوا الفرصه دي تضيع من ايديهم، وان شاء الله باذن الله هنعدي الماتشين باذن واحد احد وهنكسب بطوله افريقيا باذن الله. يعني كابتن عارف وانت حضرتك بتتكلم انا بفكر في ايه؟ بفكر فريق الوداد فريق على ملعبه برده شرس، وانت معاك جمهورك هنا ومعاك ملعبك ومعاك الحمد لله لعيبه رجاله بمعنى الكلمه. متفق في حاجتين، الحاجه الاولى اللي حضرتك قلتها من شويه اللي دي ماتشات لعيبه، في ماتشات كده المدير الفني يحط الخطة العريضه، انت لازم عندي الحافز بتاع البطوله. طبعا رقم اتنين وده الاهم بالنسبه لي، انت تحسم من هنا في 50% وفي شوط تاني للمباراه، لكن تركز تركيزك، الصبر، الهدوء لازم يبقى موجود، اللي انا اعمل نتيجه كمان طيبه من هنا. بنتمنى بس الجمهور ما يستعجلش اللعيبه. الجمهور لو استعجل اللعيبه او العمليه اتاخرت شويه ما يستعجلهمش، لان الاستعجال الجمهور لما يستعجل اللعيبه هيبقى فيه برجله في اللعب، يعني هينسوا شويه ويبتدوا يعملوا حاجات من دماغهم عشان يرضوا الناس. دي هيبقى زي الدبه اللي قتلت صاحبها، هيبقى عامل سلبي بالنسبه للعيبه. اتمنى ان الجمهور يقوم بدوره بس انه يشجع، ما يستعجلش اللعيبه انها تحيز احدها. ان شاء الله باذن الله لو حصل الكلام دوت، وطبعا انا شايف اللعيبه الحقيقه مجموعه جميله بصراحه. يعني مجموعه عملوا ماتش متفائل يا كابتن؟ طبعا. بعد اللي شفته انا كنت قلقان الماتش اللي فات جدا على فكره، جدا وأنا. بالامانه شايفين هو مش متوقع طبعا كميه الاهداف دي، يعني ما انا اقول واحد حتى في ولد صغير طلع قبل الماتش في قناه الاهلي بيعمل يقول 3-3، فانا بتفرج في التلفزيون يقول يا عم 3 ايه يا عم، عايزين واحد عايزين واحد بس ونخلص. فان شاء الله باذن الله بالجهد اللي انا شايفه من اللعيبه والتكاتف والجهاز الفني مع اللعيبه ومجلس اداره وراهم، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيعملوا حاجه كويسه. كابتن عايز احكي لحضرتك حاجه حصلت في المباراه وانت تفسرها بصراحه، اتكلمت في الكلام ده في البدايه بس بخبره حضرتك، يعني اما صالح جمعه اتصاب الكابتن حسام قوم عبد الله، انا كنت شايف الكلام ده، وبعد ما قوم عبد الله بتاع دقيقه ونص بعت لعبد الله وودى وليد سليمان. عبد الله تقبل الموضوع بمنتهى الهدوء على فكره، وحتى جاء في حضن الكابتن حسام واكيد مش هسمع قالوا ايه، وبعد كده سحب وليد ونزل وليد. فانا هقول لك حاجه، سبحان الله، وينزل وليد يجيب هدف. اقول لك هو فكر في ساعتها ان عبد الله، بس عبد الله لو نزل وهو لسه مش 100% طالع من الاصابه في خطا عليه، فهو حسام فكر بحته الاب بقى، الاب انه قلقان عليه، انه قلقان على عبد الله السعيد وبيتمنى ان هو يخف 100% وعايزه في النهائي. فعشان كده حته لما قال له سخن، حته الخوف دي جات له انه ممكن الاصابه ترجع له تاني، فرجع في كلامه. هي دي الفترة أكيد طبعا، هي دي الفترة الصغيرة اللي خلاه يفكر وهو بيسخن، طب لو حصل له إصابة تانية، طب لو ما كانتش اكتمل التقويات بعد الإصابة، فراح راجع في كلامه. ده ميزة ميزة لحسام إنه عمل كده، لأن إحنا محتاجين كل القوة الضاربة في الماتش الجاي. وليد فعلا نزل أدى، وعماد متعب الحقيقه نزل ادى، ما جاتلوش كوره كتير صحيح، نزل ادى، ما فيش حد ما اداش في الماتش، وكل كل البدائل اللي نزلوا عملوا اللي عليهم يعني. فكانت خطوه موفقه الحقيقه من حسام انه عمل كده، لان احنا واحنا بنتولى التدريب بيبقى اهم حاجه عندنا سلامه اللعيب. المكسب بعد كده ممكن يجي، انما سلامه اللعيب دي اهم حاجه عندنا من اي حاجه تانية. اللي بعد كده وداخل على مباريات مهمه، وداخل على ماتش مهم، داخل على نهائي، واحنا الحمد لله كنا
نسبيا مطمنين. فقال لك لا ما غمش يعني هي الفتره الزمنيه اللي هو بيسخن الفتره الزمنيه اللي هو بيسخن فيها دي. كابتن اي مدير فني يتمنى اللي حصل ده وليد بينزل بيجيب هدف. ما انا بقول لك كل البدائل اللي نزلوا قدوا يعني عماد الحقيقه متعب نزل قد ده. قلت عماد هو ده اللي هسالك عليه. ناس قبل المباراه محمد متعب شاكر البدري لا مش هيلعب تاني مش هنشوفه لا خلاص ده يناير وابتدينا نخش في قصص والناس نسيت المباراه واهميه المباراه. عماد متعب كابتن حسام بيستدعيه بيتكلم معاه بينزل مفيش حاجه يعني على عكس اللي كان بيتقال خالص والواحد ابتدى من كتر ما بيتقال كلام كتير صدق. فينزل عماد متعب وكابتن حسام يجيبه وقبلها انا بتكلم على الخلفيه اللي قبلها الكلام الكتير السلبي اللي كان موجود. لا هو الناس بتختلق المواقف بتختلق اللي بيحصل بتختلق الكلام. لما ما فيش مدرب في الشغلانه بتاعت الكوره دي ما فيش مدرب يحب ويكره ينفع في الشغلانه دي. حسام لصالح الفرقه. عماد بينزل في احرج الاوقات بيجيب لنا جوان واحنا ننسى البطولات اللي جاب لنا عماد والاجوان اللي جابها لنا عماد والفرحه اللي عملها على الجمهور الاهلي. هو عند الجمهور كمان هو الحب معنا. الحب اللي خده عماد ده من شويه يعني ما هو اكيد ادى واكيد ادانا وما زال في جعباته الكثير حتى عربي فصحى كده يعني ما زال عنده كتير يأديه. بس هو طبعا ما بقولش على الجهاز الفني ياخد الوقت الكافي بس انما عماد عنده الكتير وهو كابتن الفرقه وهو واقف ورا الفرقه وبيقعد احتياطي ما بيقولش لا بينزل بيأدي. فعماد الحقيقه حاجه جميله ومثل جميل لكل اللعيبه انهم نعم تحبه. انا بحبه جدا بصراحه. كلنا بنحب طبعا يتحب يعني هو مش عشان لعبه بس عشان ادبه وعشان سلوكياته وعشان تعامله. اللي ما عاشرش عماد متعب ويشوفه من بعيد كده انت عارف لغايه النهارده حتى في غرفه الملابس عند درجه بينزل التدريب ما يعني مش ما اتغيرش يعني قعد معانا وقت طويل قوي وتروح لغايه النهارده هو عماد متعب. لا جميل شخصيه جميله شخصيه جميله ويعني محبوب من زمايله. هقول لك على حاجه في ماتش من الماتشات بس انا مش فاكر انهي ماتش في ثلاث ايام ما كان حسام غالي لسه موجود في ثلاث انفار كان ممكن يجيب مؤمن جول. مؤمن وحسام وهم صمموا اللي عماد هو انا قلت دي لحظه الوفاه. ايوه جون غريب. ايوه انا بقول لك انا بفكرك كل واحد منهم كان عنده 99% انه يجيب جول. حسام لا بيديه. مؤمن زكريا. ايوه وبعدين بيدوها لعماد كله يعني ده هو في حب اكتر من كده يعني بينكروا ذاتهم وبيدوا لعماد. فيعني اتمنى بص عندنا في النادي كل المكاسب اللي بنحققها دي من الحب يعني كل ما اللعيبه من ايام ما انا كنت بلعب من ادام في حب متعارف عليه بين اللعيبه في حب بين اللعيبه في نتائج كل ما يبقى في حد متضايق من حد لا يمكن هتحصل نتائج ودي بنشوفها في نوادي اخرى يعني انما الحب اللي جوه النادي ده بين اللعيبه بعضها بين اللعيبه وبين الاجهزه هو ده اللي بيوصلنا للنتائج الجميله اللي بتتحقق. كابتن يعني. حضرتك بتقول حكم انت عارف بكلامك اللي بتقوله حصل الماتش اللي فات حسين السيد بيجري على علي معلول وبيلعب ايوه مكانه. بيلعب مكانه متعب بيتكلم كده عمال يحفز وليد ازار وبس بس بيلعب مكانه. بيلعب مكانه اللعيبه الدكه اول ما قال جاب الكل لا موضوع تاني فرحه فهو فعلا التكاتف طبعا وانكار الذات هو ده اللي احنا بنتعلمه ده اللي يجيب لك البطوله هو ده المكسب المكسب وعلى فكره اول ما بندخل النادي اللعيبه القدام بيعلموهن وبياخدونا في حضنهم واحنا لما كنا موجودين اللعيبه اللي طالعين لنا بنعلمهم دي. احنا لما تولينا التدريب دلوقتي من الولاد الصغنانين اللي احنا ماسكينهم سواء لما كنا في قطاع الناشئين او في الاكاديميه دلوقتي بنخلق فيهم دي يعني بنحط فيهم دي حب النادي وحب الفرقه ولازم تحب زميلك ولازم التعامل مع زميلك يبقى كويس ولازم تتعامل مع الفريق الاخر تتعامل مع الحكام من دلوقتي بنغرز فيهم دي وبالتالي احنا بنسلم بعض عشان كده قلعه طبعا حصينه طبعا. ما حدش هيعرف يدخلها. كابتن صح. عايز نقفل صفحه بقى افريقيا وان شاء الله ربنا يكرمنا امام مباراه الوداد مباراة مهمة مباراة محتاجة تركيز محتاجة هدوء محتاجة صبر محتاجة دور الجماهير مهم اللي انت ما تستعجلش اللعيبة طبعا لان انت عندك
مباراه ثانيه في المغرب الشوط الثاني. عايز اسال حضرتك بقى على طبيعه عمل حضرتك كمدير في اكاديميات النادي الاهلي، وانا كل ما اسال في شغل اكثر من رائع حضرتك عامله كمدير الاكاديميات من نظام لحد عدد اللعيبه، هتقول ايه في القصه دي؟ الـ يعني هو اهم حاجه في القصه دي ان هو ما كانش فيه الاول ربط بين الاكاديميه وبين قطاع الناشئين. بمعنى يعني الاكاديميه فيها مجموعه لعيبه كويسه قوي، احنا مقسمين المجاميع لمجموعه البيجنر قوي اللي هم لسه مبتدئين خالص، وبعدين مجموعه متوسطه، وبعدين مجموعه قويه. المجموعات القويه دي اللي هي بنحضرها عشان قطاع الناشئين. فلما ما كانش في ربط بين الاكاديميه ان احنا نطلع لقطاع الناشئين لعيبه، او يعني ما كانش في ربط بالصوره الجيده يعني. فلما جيت انا السنه دي مع الدكتور عمرو الحقيقه عملنا اجتمعوا مع بعض، قعدنا مع بعض وقلنا لازم نخدم على بعض، لان هي ده اهلي وده اهلي. فاحنا عملنا حاجه جميله يعني. عرضت على الدكتور عمرو ان احنا ندخل بمنتخب الاكاديميه اهلي به، دي ما كانتش موجوده. حلوه الفكره دي. فت على كل الاكاديميات ونقيت نقيت العناصر الجيده من مواليد 2005 و2006 و2007 و2008، وعملنا منهم منتخب للاكاديميه، ووقعناهم بنادي اهلي، وقعوا في استمارات نادي اهلي. وزيد على كده بقى، كانت في مجموعه من قطاع الناشئين هتمشي. فاحنا قلنا لا تمشي ليه؟ يعني لما قعدت مع الدكتور عمي، طب تمشي ليه الخمسه سته في كل العمر دول يجونا مع منتخب الاكاديميه، وعن الاحتكاك، عن طريق الاحتكاك ده ممكن الاولاد دي ناخد منهم حاجات كويسه في السنين، لان ممكن ولد يبقى دلوقتي مش كويس، انما مثلا بعد ست اشهر بعد كده لما يحتك وكده ويبقى ما فيش عليه ضغوط وكده، ممكن المستوى يتميز، يبقى كده استفدنا بيه كقطاع ناشئين. الاول الاكاديميه كان الولد لما بيوصل 11 سنه 12 سنه بيروح لنوادي اخرى، واحنا مش ممضيينه يعني، احنا في الاكاديميه ما بنحجرش عليهم، ما بنمضهمش على نادي اهلي يعني. فلما بيلاقي ما فيش فايده ما راحش قطاع ناشئين، بيروح نادي تاني وبيبقى يعني بيبقى كويس في النوادي التانيه، وبيبتدي يلعب ضدنا. فالتفكير ده جالي ان احنا نعمل منتخب الاكاديميات دي. والحقيقه برضه لما الولاد بتوع قطاع الناشئين جونا، عملنا مزيج منهم في الماتشات، وابتدينا لعبنا بدوري منطقه القاهره الاسبوع اللي فات. والحقيقه الاربع فرق حققوا نتائج غير متوقعه. عملنا يعني 2-3 من القطاع، واربعه من منتخب الاكاديميات. وصممت، قلت للمدربين اللي موجودين، اللي يلعبوا الشوط الاولاني ما يلعبوش الشوط الثاني، عشان ندي فرصة للولاد كلها انها تحتك بالقدر الكافي، وتزول منهم الرهبة. انت عارف الولاد الصغير بقى لما بيلاقي حكم وبيلاقي ملعب وبيلاقي جمهور وبتاع بيبتدي يهتز شوية، بقول الثقة هتبتدي تجي لهم حاجة حاجة. الحقيقة الولاد الحقيقة مفيش 3-4 دقايق والدنيا يعني عملوا حاجات انا مش متوقعينها احنا من اول ماتش. النتائج دي والارقام اللي كسبوا بيها مش متوقعينها في الاول ماتش. والحقيقه برضو المدربين بتوع قطاع الناشئين بييجوا يتفرجوا على الولاد، لان هم عايزين يشوفوا احسن العناصر بحيث يضموها لقطاع الناشئين بعد كده يعني. فالحقيقه فكره ممتازه، والحقيقه لقت رواج كويس قوي، واولياء الامور يعني مبسوطين انبساط غير طبيعي، زائد الولاد نفسهم حته الاحتكاك دي ابتدت اكيد طبعا لما يحس ان في منافسه افضل ما هو يروح ابتدت تزودهم، وابتدى في الحمد لله ابتدى في اقبال على الاكاديميه، لان بقى الهدف موجود. انت عايز تروح النادي قطاع الناشئين بالظبط كده، ان انت تبتدي تروح قطاع الناشئين، بقى في هدف للاكاديميه موجود. الحقيقه يعني القطاع الناشئين بيدعمنا، والمجلس الاداره بيدعمنا في الخطوه اللي احنا عملناها دي، وان شاء الله هي في افكار اخرى موجوده، بس احنا ايه ورا الخطوه دي لما تنجح بعد كده في افكار اخرى ان شاء الله هنطرحها برضو على قطاع الناشئين، هنطرحها على مجلس الاداره ان شاء الله باذن الله، بحيث يبقى دايما النجاحات متواليه، سواء بالنسبه للاكاديميه او بالنسبه لقطاع الناشئين. دايما اي فكره مدروسه وبيحصل اجتماع مع الناس المسؤوله
انت تحس بطعم النجاح وتبقى مبسوط، وده عشان كده انا شفتك وانت بتتكلم مبتسم فرحان. هو كده كابتن فكره العمل حتى الاداري ابداع لذيذ مبسوط انت طبعا. اولا هقول لك على حاجه، المدربين بتوع الاكاديميه انا مديهم المهام بتاعه المنتخب عشان برضو يزدادوا خبره ونقدر بعد كده نكسبهم في القطاع الناشئين. بخليهم بالاتفاق مع الدكتور عمرو بخليهم يساعدوا في قطاع الناشئين بالاضافه لعملهم الاصلي في الاكاديميه. يعني هم بيقوموا حافز كمان بيقوموا باعمال كتير قوي وهم في منتهى السعاده، مفيش حد بيشتكي. يعني ماسكين المنتخبات وماسكين مساعدين في قطاع الناشئين وبدون اجر. بس خلي بالك ده ذكاء. ليه؟ ممكن الكابتن عمرو هو مسؤول في قطاع الناشئين يشوف حد عينه حلوه على مدرب جاي يقول له جميل. اديك جبت اللي احنا بنفكر فيه، بحيث ايه بدل ما نجيب حد لقطاع الناشئين ويعني ما يبقاش كويس. لا ده من ولادنا موجود وانتم شايفينه مع المنتخب وانتم شايفينه بيساعد في القطاع، اللي بيثبت كفاءته يبقى في القطاع من السنه الجايه او نص السنه او بحيث يبقى العمليه متكامله، لان احنا اكاديميه نادي اهلي وقطاع ناشئين نادي اهلي، فاحنا بنخدم على بعض يعني. كابتن ابراهيم كالعاده في النهايه كاميرا حضرتك اهي، اتفضل بص لها، هتوجه رساله هتقول ايه؟ انا بوجه رساله للاعيبه النادي الاهلي الاول. اتمنى تكونوا على قدر المسؤوليه وانا متاكد من ديت، وتلعبوا الماتشين الجايين ان شاء الله بنفس الكفاءه وبنفس الروح وبنفس الجهد، لان دي فرصه ما بتجيش للعيبه كتير انها تحقق بطوله افريقيا، وانها ان شاء الله باذن الله تشترك في كاس العالم اللي هيبقى في الامارات. اتمنى تبقوا زي ما احنا عارفينكم ان شاء الله بنفس الجهد وبنفس القوه. نتمنى من الجهاز الفني والاداري ان هو يوفق ان شاء الله باذن الله في التشكيله المناسبه، وانا طبعا متاكد من كفاءتهم ومن حرفيتهم. طبعا انا معاشرهم بقالي مده طويله ونتائجهم بتدل عليهم. نتمنى من الجمهور، رساله للجمهور، ان انت تقف لعيبتك لاخر ثانيه من الماتش، لان احنا محتاجينكم، انتوا نمره واحد بالنسبه لنا. لما ما بنلاقيش جمهور بيساندنا الدنيا بتتلخبط مننا، فنتمنى ان انتوا بتبقوا بنفس الحشد وبنفس الجهد في التشجيع وما تستعجلوش اللعيبه، والاخر ثانيه في الماتش تبقوا ورا لعيبتنا ان شاء الله عشان نحقق الهدف المنشود. رساله لمجلس الاداره، زي ما انتم متكاتفين وواقفين ورا اللعيبه، نتمنى ان شاء الله باذن الله التكاتف ده يبقى موجود لغايه لما نحقق باذن الله بطوله افريقيا ونشترك كاس العالم. كابتن ابراهيم عبد الصمد واحد من الكبار داخل النادي الاهلي، ربنا يخليك، جيل كبير وجيل محترم، اكيد اجيال بتسلم اجيال، الاحترام والمبادئ والبطولات وكل حاجه كويسه. بس انا هجي لك قبل ما اختم معاك، هجي لك فرقه الشمس عشان بكسبك على طول ومضطر. اولا انت فرقه الشمس بتلعب براس حربه، انا مش عارف انت لعبت دفاع ليه، انت بتجيب اجوان كويسه قوي. انت مين اللي وجهك تلعب باك الاول ولا سنتر هاف الاول؟ تحياتي ليك وانا متشكر على اللقاء الجميل، ونتمنى ليك من نجاح لنجاح ان شاء الله. كابتن ابراهيم انا سعدت باللقاء مع حضرتك، شرفتني ونورتني، ودايما علمتونا حاجات كتير جدا ماشيين بيها وهنفضل ماشيين بيها. حضرتك قيمه كبيره جدا جوه النادي الاهلي، وبتشرف لما بتبقى موجود معايا في البرنامج، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك، انا متشكر. ده كان فقرتنا الاخيره مع واحد من الكبار داخل النادي الاهلي، الكابتن ابراهيم عبد الصمد. طلع اجيال كتير جدا جدا، وكمان ما بينه وبين النادي الاهلي قصه عشق وحب واحترام كمان كبيره مع نجوم كتير. اتمنى الحوار معاه يكون عجب حضراتكم. اكيد كمان هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، وحمد لله على السلامه لجماهير النادي الاهلي والكوره للجماهير.